بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، حلقه الخميس ثالث ايام العيد. نستاذنكم هتكون حلقه مسجله، يعني لفتنا احداث خلال اليومين ثلاثه بتوع العيد اعذرونا، لان لظروف اجازات العاملين اضطرينا نعمل حلقه مسجله، ولكن هنستعرض منها فيها بعض القضايا المهمه اللي كان لازم نتكلم فيها، زائد نستكمل قراءات في اللائحه. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. تمضي الايام الطيبه سريعا، عاد الله على مصر هذه الاعياد المباركه الطيبه، ومصر دائما وابدا في افضل حال، والنادي الاهلي دائما وابدا منتصرا وجمهوره سعيد. حلقه النهارده حلقه فيها اكثر من شق مهم، لكن يتواصل الحديث عن لائحه الاهلي، وكما بدأنا في حلقة الاثنين الماضي، ده دستور الأهلي، ودستور الأهلي اللي بيهم جمهوره أكتر من أعضائه. الأهلي ما هواش حالة داخل الأسوار يا باشمهندس، لا هي حالة داخل الأسوار ولا داخل الحدود، يقرر مشاعر جماهيره ولا داخل الحدود، ولا داخل الحدود. ما يحدث في النادي الأهلي مؤثر على المزاج الكروي في المنطقة، ومؤثر على وضع الكرة المصرية والعربية على الخريطة الدولية. بس أنا عايز أناول، بما أنك ذكرت أن احنا هنركز في مناقشة اللائحة، عايز أوضح أهمية الحوار المجتمعي ومدى اهتمام إدارة النادي الأهلي بيه. هاجي لك، بس أنا عايز أقول دي بس استناني، مش هخش في تفاصيل. اتفضل. تواصلت مع الكابتن محمود الخطيب بالأمس فأبلغني خبرا يهم الأعضاء أنه بالفعل قد تلقى المقترحات أو جزء كبير من المقترحات، وأن بالفعل اللجنة تعاملت معها، وأن بالفعل تم تعديل أو الأخذ ببعض التعديلات. يا جماعة اهتموا، الموضوع جد والنادي واخده جد، ورأيكم مؤثر بدليل أن في تعديلات حصلت على ضوء بعض الاقتراحات اللي وصلت. اهتموا جدا، وهنقرأ مع بعض ثم هنتواصل في تقديم هذه الاقتراحات. عشان كده حلقة النهاردة فيها أربع موضوعات مهمة، وغدا البطل على الحدود، عودة الخطير بقرار رئيس الوزراء، والسوبر الحقيقة التائهة، وأخيرا ودائما الأعضاء يقررون. جمعة إن شاء الله مباراة الأسبوع الرابع، الأهلي مع حرس الحدود، مباراة مهمة جدا في الدوري الممتاز. المباراة هتكون في استاد الماكس في الإسكندرية في 9:00 مساء يا باشمهندس، ضمن الأسبوع الرابع. خليني قبل ما أشير إلى مباراة الأهلي والحدود وما يحدث فيها الجمعة، أيضا بالإضافة للحرس والأهلي يلتقي المقاولون مع إنبي في الجبل الأخضر، والإسماعيلي والمقصة في استاد الإسماعيلية. يوم السبت المصري هيلعب مع الاتحاد السكندري في برج العرب، ويوم الاحد في ثلاث مباريات، سموحه مع الجيش في برج العرب، وبيراميدز مع الداخليه في الدفاع الجوي، والانتاج مع الجونه في ملعب السلام، وتختتم مباريات الاسبوع يوم الاثنين ان شاء الله نجوم المستقبل مع الزمالك في بترو سبورت. باشمهندس، الاهلي بطل الدوري يقف على الحدود. حلو العنوان ده، عجبني. لأنه يقف على الحدود طبعا، لأنه هيلاعب حرس الحدود، لكن على حدود المنافسة. كل مباراة للنادي الأهلي بقت هامة جدا. وحنوه تاني للسادة المشاهدين، إحنا بنسجل ومش عارفين نتيجة ماتش الأهلي السابق مع وادي دجلة. فمش عارفين لسه ترتيب الجدول، إحنا بنسجل. فكل مباراة لها أهمية. النهاردة لو كان الأهلي قد فاز في دجلة، يبقى مباراة حرس الحدود ستظل محتفظة للأهلي بالمنافسة على القمة. لا قدر الله كان حصل أي نتيجة أخرى، يبقى برضو هتزداد أهمية مباراة حرس الحدود. مشكلة حرس الحدود يا أستاذ إبراهيم، أنا له ذكرياته يعني الغير سعيدة مع النادي الأهلي. ورغم أنها كلها حصلت مع الجيل الذهبي العبقري العملاق، إلا أنه استطاع أن ينتزع بطولة كاس وبطولة سوبر من النادي الأهلي. ويطيح بالنادي الأهلي من البطولتين.
الغريبة في الموضوع 2008 واحنا راجعين من كاس العالم للأندية كان أبو تريكة يكرم في السعودية في الإمارات بجورنال سوبر الإماراتي بيحتفل بأحسن لاعب أسيوي أحسن لاعب إفريقي وكان المترشحين من عن أفريقيا إيدي فيور أيوة وأبو تريكة وتلقيت دعوة كريمة ورحت وإحنا هناك لم يتم الموافقة لأبو تريكة على التوجه إلى السعودية إلى الإمارات عشان ماتش الحرس عشان ماتش حرس الحدود كان تاني يوم أنا كنت قلت طب ما يسافر أبو تريكة إيه المشكلة لأن عدم وجوده خلى الجايزة توجهت للي جه يعني هم ما كانش لسه على المستوى الدولي اتحددت الجايزة رايحة لمين إنما دي جت وجهة نظر الجورنال مجلة سوبر الجري المجلة فكنت أتمنى إن كان أبو تريكة موجود لأن كل الناس كانت بتسأل عليه وقلت يعني هو للدرجة دي إحنا شايلين هم الماتش ده كان حرس الحدود مش مدي أي أمارة إنه بيرازل مع الأهلي لسه إلا إن أعود وأفاجأ إن الأهلي يخسر هذه المباراة الحقيقة وساعات تغلط قدامهم إحنا مرة خسرنا 3-0 فمالهاش دعوة بالقوة ليها دعوة بإن ذكرياتك مع فريق طيب مدام جبت الذكريات خليني أقول لك بقى هي إيه تاريخ لقاءات الأهلي والحرس الأهلي مع حرس الحدود لعبوا 27 مباراة في ال 27 الأهلي فاز 22 مرة والحرس فاز مرتين وتعادلوا 3 مرات الأهلي سجل في شباك حرس الحدود 50 هدف والحرس سجل في الأهلي 15 جول بس الغريبة أنه الهدافين الأربعة للأهلي في مرمى حرس الحدود مش موجودين دلوقتي في ملعبنا عماد متعب اعتزل عنده 8 أهداف أبو تريكة اعتزل عنده 4 أهداف بركات اعتزل بأربع أهداف وفلافيو اعتزل بثلاث أهداف بس ده منطقي لأن حرس الحلول هبط غاب فترة عشان كده حتى هدافه للحرس في الأهلي برضو سابوا الحرس منهم من اعتزل ومنهم من انتقل أحمد حسن مكي كان عنده 3 أهداف وأحمد عيد عبد الملك عنده هدفين وعبد الحميد بسيوني مدرب الفريق في الموسم قبل الماضي عنده هدف المفارقة انه حرس الحدود لما هبط اللي رجع حرس الحدود للدوري كمدير فني سامي قمصان ايوه اللي انتقل الى النادي مدرب الأهل. للنادي الاهلي فسامي قمصان اللي موجود في الجهاز الفني بتاع كارتيرون هو اللي اعاد حرس الحدود للدوري الممتاز ليتولاه الكابتن عماد سليمان اخر مواجهتين قبل هبوط الحرس في موسم 15-16 الاهلي فاز 3-0 سجل مليك ايفونا هدفين وصالح جمعه هدف والاثنين مش موجودين ده صالح جمعه سجل هدف بديع كان بيتزع دلوقتي يا خسرتك يا صالح فينك يا صالح اخباره ايه مش عارف يعني هيكمل في السعوديه ولا ما تمر كده تجيب لنا صديقنا العزيز علي مسعود يدينا اخبار الناس اللي هناك لانه بصراحه يعني لعيب مهم و مع شيء من الالتزام يبقى واحد من اهم اللعيبه. لا شيء من الالتزام زي ما بنتكلم على ناصر زي ما بنتكلم ودي برضه ناصر يعني ممكن يستفيد من التجربه دي. يعني في ايدك تبقى كده وفي ايدك تبقى كده. صالح جمعه لعيب له نكهه وطعم خاص بيه جدا. الاهلي فاز 4-0 كان رامي ربيعه سجل هدف مؤمن زكريا سجل هدفين وهدف عكسي لاحمد سعد حارس الحدود في مرمعه ده كل ما هو عن مباراه الاهلي وحرس الحدود يعني شوف النتائج الاهلي في موسم 7-0 7-0 ورغم كده الموسم اللي قبليه يخسر مثلا سوبر واللي قبليه او كذا سنه قبليه يخسر كاس طيب حرس الحدود زي ما المهندس عدلي قال هي الفكرة كلها هذا التسارع في المباريات الأهلي بيسلم مهمة يخلص منها يدخل على مهمة لكن قدرة
ده هدف صالح جمعة شوارب بيعيد عليك؟ لا ده جون. طب والنبي شوف لي المهارة والعبقرية والرؤية والقدرة والتنفيذ والفكر، لكن قدرات كبيرة. يخسارة لما يبقى اللاعب كل مصيره في ايده، وده اللي انا بقوله، الموهوب كل مصيره في ايده، عنده حب الجماهير، عنده رغبة النادي بتاعه، عنده ثقة مدربه، عنده قدراته الشخصية، لكن هو اللي مش عايز. عنده ثقة الجماهير ودعم الجماهير. اه طبعا. ده جماهير في وقت من الاوقات كان صالح وسيلة ضغط على النادي الاهلي، عبء. والجمهور وسيلة ضغط من كتر حبها في اللاعب ده، ومش عايزة ترمي طوبته، او مش قادرة تصدق بهذا الكلام. عودة الجمهور يفرق؟ يفرق لو هيتعاد صح. هنناقش التفاصيل دلوقتي ولا نستنى؟ عودة الخطير بقرار رئيس الوزراء. يعني ما هو جمهور هذا اللاعب هذه ليست عودة. هذا المؤثر. هذه ليست عودة. اه. لا. أنت بتسمح لفئة أو لجزء محدود جدا من الجماهير، لحد دلوقتي أنت تبقى زيك زي كل الأندية. فين تميزك انت بجمهورك؟ يعني ايه 5000 متفرج؟ اه هو انا جمهوري 5000 متفرج؟ اه هو احنا بس هنقعد، ما احنا فاهمين الليله دول اللي ما بيقدروش يدخلوا التمرين. لا ابراهيم، اه ابراهيم ده اما تقول لي الكلام ده معلش مع احترامي يعني. اه لا انا اقول يبقى اسمه الخطير او الداعم او بتاع او الذي يحدث فارق، لما كل واحد بجمهوره. وانا بقول لك مش هيحصل. مش هيحصل. لا مش هيحصل، مفيش إرادة. بص المسألة كلها عايزة تمشي كده. حتى بعد حل روابط الألتراس يا سيدي، هو دلوقتي أنت دلوقتي وصلت لسيستم يا أستاذ إبراهيم، أنك بقيت عارف أن اللي مع ترقيم الكراسي بقى اللي هيغلط هيبان وهيتجاب وبالكاميرات وانتهى. محدش هيخش يعمل شغب. أنت عايز تعيد الجماهير بقى، وعايز تبقى فير قوي. ما تحطش حدود وجمهور صاحب الملعب بس اللي يخش. هتلاقي الاسماعيلي استاده متبرش. ما هي نسبيه بالظبط. صحيح جمهور الاهلي هيبقى اكبر في 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 في, في الاستاد او في اي حته، لكن مش هيبان زي جمهور الاسماعيلي او جمهور المصري او جمهور الاتحاد او جمهور المصري، لسه قصه تانية مش عارف هتنتهي على ايه. لكن بس دي الفرق الجماهيريه اللي ملاعبها كان. انا بقول حتى نفرض المصري اللي بيلعب ماتش عندي في برج العرب وماتش عنده في برج العرب برضه. ايوه. هيبقى في برج العرب مره جمهوره ومره جمهوري، يعني انت فاهم قصدي ايه؟ فمجال الاحتكاك مش موجود. اها. هو ده الفير وده الصح. وده خلي بالك ان عوده الجمهور هي ليها جانب اقتصادي الناس لازم تهتم بيه. أيوة. انت بتحرمني من جزء ايراد. من 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 شانل القناه من قنوات الاستثمار في رافد من رافد الدخل بتاعتي. اه انا بستفيد منه بس في المزايدات. لكن الملعب لا، ممكن اجيب اعلانات اكتر، وممكن ان انا حاجات اكتر اعملها، وممكن يعني وسائل استثمار جمهورك كثيره لو عاد كما يعود. انما هنقول ايه؟ هو 5000 بس للكره المصريه تتدفى. يعني ما اقولش، مش هدعي انه ملوش لازمه، لا له، بس انت كده ما رجعتش الجمهور. انت كده قلت ايه؟ يبقى في نفس. بدليل ان اتحاد الكوره لما بعت للجهات الامنيه يطلب لمباراه مصر والنيجر للمنتخب عايز 60,000. لا يعني وانت حتى في الماتشات الافريقيه هو مع المنتخب محتاج 60,000 عشان يعوض هزيمه تونس. مش محتاج، وعارف ان في المنتخب كله على قلب رجل واحد، مش هيحصل مشكله. طب خلاص، ما هو كله على قلب رجل واحد مع ناديه. مع ناديه بقى بالطريقه اللي انا بقولها دي. الزمالك مع ناديه. بالطريقه اللي انا بقولها دي. بالظبط. يعني انت لو عايز ترجع جمهور وعندك اراده وعايز الدنيا تتشق. صاحب الملعب يدخل. دي هتستفيد. النهارده لما يلعب على ملعبه بجمهوره فقط. خلاص. اولا حتى تقدر تقول مسؤوليه الملعب بالظبط، ما تبقاش زي يوم المقاولين العرب.
يعني لاعب الزمالك الحكم يتضرب بموبايل زملكاوي يتعاقب المقاولين العرب لان ده قاعدين في المقصوره بتاعته عشان تتعادل المباراه ويخسر المقاولين ويكسب الزمالك ايا كان بعد كده ايا كان انما الفكر يعني انا عضو مجلس اداره وعرفوا واقول لك اسمه بيني وبينك بعدين رمى الراجل بالموبايل فتح له دماغه وخد الموبايل وطنشه قال لك طوبه واخد بالك لكن بعد كده على الهواء كابتن حسام قال لي على فكره مش طوبه ده موبايل تحريت عرفت بتاع مين واخد بالك ال 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 الفريق المهزوم عضو مجلس ادارته عور الحكم يتعاقب صاحب الارض الفائز وتذهب يذهب درع الدوري الى طريق اخر ايوه ما هو ده بتاع الموسم الغريب العجيب المشؤوم امبي فانا بقول لك لا موسم تاني غير امبي غير امبي موسم تاني غير امبي بس برضه اللي هو الماتش ده اللي ادى ده اثر طبعا لكن عايز اقول لك هو الفكره انت تقول لي جمهور عايز رجع جمهور رجع جمهور النادي الواحد كل واحد ويبقى مسؤول عن كل شيء بقى النادي ساعتها لان انت لما يجي الجمهور بتاعك يكسر للسد هتدفع بس هتروح لجمهورك ده تقول انت كنت الكرسي ده اتكسر وده كان باسمك هتقول لي اصلا انا اديت تذكره لواحد صاحبي انت هتدفع المسؤول. الفلوس انت المسؤول هلاحق الناس مش يبقى الاهلي هيسدد الغرامه بنيابه عن الجماهير لكن جماهيره هي اللي هتدفع او المشاغب ده مش هيحضر بعد كده خلصنا فهذا هو الوسيله او هذا هو الاسلوب لتحقيق العداله اذا اردنا كره قدم ما يحدث على الساحه احنا من يوم ما رجعنا من روسيا كل القرارات تؤدي الى انهيار كروي مش الى تقدم كروي اللغط اللي بيحصل في كل حاجه حوالينا ما هواش ده اجيب مدرب عليه مشاكل ليه بناقص ما اجيب مدرب الناس كلها تقف وراه انا ماليش دعوه يعني الكفاءه الفنيه مش حكر على حد لكن انا اذهب الى الشفافيه اعمل ليه كده ان انا اخلي الاعلام متربص والناس متربصه معلش هيزعلوا منا ناس اصحابنا لكن كيف انت يعني بتصلح بتقول الجهاز الفني والجهاز المسؤول والجهاز مش عارف ايه وبعدين بترجع جزء من الجهاز الفني الى المشهد عشان اللي ما جاش يبتدي يطلب وانا فين اشمعنى انا ما رجعتش واخد بالك فالمساله على طول سايبين كلمه ها اشمعنى وتعليلات لازم تتقال هل احنا مزنوقين قوي لدرجات دي في القرارات دي البدائل مش موجوده للدرجات دي فانا ده اللي عايز اقوله الاراده في انك تغير كل المعطيات عشان تخرج بنتيجه جديده هتمشي بنفس الاسلوب هتاخد نفس النتيجه صحيح طيب خد في اطار الاهتمام بعوده الجمهور البي بي سي قالت الحكومه المصريه توافق على عوده الجماهير للمدرجات الشهر المقبل لاول مره منذ 2012 هذا خبر شوف شوف قيمته البي بي سي وقالت البي بي سي اعلن وزير الشباب والرياضه المصري اشرف صبحي رفع الحظر المفروض على عوده الجماهير في مباريات الدوري العام لكرة القدم منذ عام 2012 والسماح للمشجعين بالعودة للمدرجات بشكل منتظم في الأول من سبتمبر المقبل وأكد الوزير أثناء اجتماع للحكومة المصرية على التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المشاركة في المسابقة لتبدأ عودة الجماهير بشكل تدريجي وبالبداية ب5000 متفرج مع اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة لتأمين الجماهير وقالت البي بي سي حظرت السلطات المصرية حضور جماهير مباريات الدوري منذ فبراير 2012 بعد وفاة 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي بعد أحداث شغب في ملعب بورسعيد ومنذ هذا الوقت تم السماح للجماهير لحضور بعض المباريات الدولية المهمة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم وكذلك مباريات الأندية التي كانت تشارك في بطولات قارية أو دولية بالإضافة للموافقة على حضور بضع عشرات من الجماهير في مباريات الدوري العام شهدت الكرة المصرية أحداثا مأساوية أخرى أخرت عودة الجماهير كان منها وفاة 22 مشجعا من جمهور نادي الزمالك عام 2015 بسبب التدافع أثناء حضور إحدى المباريات أنت أشرت هنا يعني اللي بيتكلم البي بي سي ده معناه إيه؟ أصل دي ليها مؤشرات
مؤشرات حلوة للدولة. أيوة. يعني عودة الجماهير يعني إيه؟ يعني أيوة. تم إحكام القبضة. إن الأمور تعود إلى طبيعتها. إن الوعي بيزيد وبيتقدم. إن مفيش حاجة إحنا قلقانين منها. هذه رسالات طمأنة إلى العالم كله. تؤثر على السياحة، تؤثر على الاستثمار، تؤثر صحيح. على ثبات الصورة العامة، ثبات الوضع الحالي. الصورة العامة انه الاوضاع مستقرة، ودي ده يمكن كان اجتماع وزير الشباب والرياضة مع رؤساء ومسؤولي الاندية والقيادات الامنية لبحث عودة الجماهير. يا جماعة عودة الجماهير مسألة ليها اكتر من جانب مهم جدا، ما هياش فكرة حتى في الكورة. في الكورة مهم وفي الكورة مؤثرة جدا، لكن احنا بنتكلم على الصورة العامة، بنتكلم على دخل الأندية، بنتكلم على كل شكل من الأشكال، ده في اقتصاد وسياسة شكل ورياضة، شكل من الاستقرار. دي مسألة خليلها في منتهى الأهمية. يعني سحب طاقات إيجابية من الجماهير انها بتحطها في رياضة. ايوه. بس بقى تاني ان يكون الاتحاد أبر للجميع والناس تشعر بالعدالة. بالظبط. هو ده الضمان الوحيد. الأهرام سبورت قالت إنه مجلس الوزراء يكشف تفاصيل عودة الجماهير للمدرجات. وقالت الأهرام: أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانا صحفيا عقب اجتماعه تعليقا على ملف عودة الجماهير. تضمن البيان تأكيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع إلى ما تم مؤخرا من تنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والاجتماع مع اتحاد الكرة وممثلي الأندية والاتفاق على بدء حضور الجماهير في أول سبتمبر. طلب رئيس الوزراء بأن تتضافر جهود مختلف الجهات من أجل إنجاح عودة الجماهير لحضور المباريات والظهور بصورة حضرية تعكس الروح الرياضية في المنافسة والتشجيع المنضبط، مع ضرورة العمل أو التعامل بحسم مع أي خروج عن القواعد والضوابط الموضوعة. دي الجملة المهمة جدا، ضرورة التعامل بحسم. وهنا الحسم لابد أنه يكون موجود. رقم واحد أن الجماهير تعي أنه هذا الحسم الذي تضطر إليه السلطات الأمنية هو للحفاظ على أرواح هذه الجماهير قبل أي حد تاني. فكرة التفتيش الدقيق، فكرة التدقيق في الدخول، فكرة ترقيم الملاعب، فكرة كاميرات المراقبة، فكرة توزيع التذاكر بعد تسجيل البيانات لإمكانية العودة للشخص نفسه. دي خلاص نفسه. ما فيهاش مناقشة وضرورات يا أستاذ. دي كلها ضوابط قابلة. يعني إن الجماهير دي دورها أنها تستوعب ده. بالظبط. حقها أنها تعامل باحترام. بس. الوزراء، مجلس الوزراء قال إن عودة الجماهير للمدرجات تعتمد على الظهور بصورة مشرفة. السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث لقناة الحياة عن أهمية عودة الجماهير. كان الاتفاق على بدء حضور الجماهير للمباريات أول سبتمبر زي ما قلت لحضراتكم، وهيبدأ التدرج في ده، وهيكون في حدود 5000 متفرج. اسمحوا لي مشاهدي الكرام على هذا الأمر، بينضم لي عبر الهاتف سعادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. يا اهلا وسهلا بيك يا سعاده السفير، مشرفني في الحياه في مصر. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا يا فندم. ابتدي مع حضرتك من حيث انتهيت في الخبر، حضور الجماهير، ودي بشرى ساره لجماهير ومحبي كره القدم في بلدنا. بالتاكيد، اولا يعني هي طبعا خطوه ايجابيه بكل تاكيد. السيد وزير الشباب والرياضه اشار في الاجتماع إلى الجهود التي بذلت مؤخرا للإعداد لهذا الموضوع، بحيث أنه يتم عودة المتفرجين أو إلى المباريات بشكل تدريجي. طبعا هناك عدد يعني كم من الاتصالات والتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، سواء اتحاد كرة القدم، وزارة الداخلية، جهات أخرى، بحيث أنه في بعض التوصيات التي سيتم العمل بها، الالتزام بها، بحيث أنه يتم التدرب في حضور المباريات الى ان يصل الامر الى وضع ما كان السابق، ما كان عليه يعني كويس. طبعا دي خطوه مهمه وبتعتمد طبعا على يعني عوده الجماهير، بتعتمد على انه يكون الظهور بصوره حضاريه تعكس الروح الرياضيه
في منافسة ويكون تشجيع منضبط. في نفس الوقت الجهات المعنية هتلتزم بالتعامل بحسم مع أي خروج عن القواعد أو الضوابط. طيب، من أهم الأمور في هذا النطاق على حضور الجماهير هو الجزئية الأمنية يا فندم. هل اللي هيشارك في تأمين المباريات هيكون الأمن العادي الشرطة المصرية، ولا هيكون شركات خاصة بتتبع للأمن؟ دي حقيقة تفاصيل يعني بيتم تداولها أو مناقشتها مع الجهات الأمنية، ولكن يعني خلينا نركز هنا على النقطة الأساسية أو الجوهرية في هذا الموضوع، انه دائما كان هناك مطالبه بعوده الجماهير الى الملاعب، وده بدا يتحقق الان، ودي خطوه في حد ذاتها ايجابيه. فاحنا من ناحيه بنقول انه هيتم توفير الحمايه الامنيه ويتم توفير الرعايه، وبنشدد على ضروره الالتزام بالضوابط الموضوعه، ومن ناحيه ثانيه ايضا بنحث الجماهير على الالتزام بصوره حضريه وبالتشجيع المنضبط، بحيث انه يعني نتخطى هذا الموقف وترجع الامور الى طبيعتها الاولى. يعني الرغبه والاراده السياسيه موجوده ومتوفره جدا، والكل يدرك اهميه عوده الجمهور، لكن هي طبعا بالتاكيد 5000 لا يكفي، ممكن نعتبرها بدايه مشجعه، يبقى كويس جدا يعني. بالظبط، ممكن تبقى فيه حالة من الانضباط، حالة من الصورة الإيجابية تشجع أنه بعد كم مباراة، حتى كان التصور اللي قدمه الكابتن محمود الخطيب كورقة عمل عن النادي الأهلي في هذا الاجتماع أنه تدريجي، ابدأ لمدة عدد من المباريات بنسبة معينة، بعد كده هتزود أو تضاعف، علشان توصل في نهاية الموسم إلى أنك أنت راجع بعودة كاملة للمدرجات. أن تبدأ خير من ألا تبدأ، مش كده؟ عودة الجماهير مهمة جدا عشان كل الظروف تبقى طبيعية. حتى بالمشاكل، ما هو انت كمان بتطلع لعيبة معقمة وحكام مش شايلين هم حاجة. مش معنى كده ان الجماهير من حقها لا تضغط على الحكم ولا على اللاعب، لكن احساسك انك قاعد، الرقابة لحظية وانت قاعد بتخلي ادائك ينضبط. طيب، عودة الجمهور وايضا ملف السوبر المصري السعودي، لانه الحقيقه تايهه فيه. كان من المهم ان يكون معنا على الهاتف الاستاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، والحقيقه اللي بيبذل مجهود كبير علشان يسير بين الالغام دي كلها. حاج عامر، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب ريم بيه، وكل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس عدلي. وانت بصحه وسلامه. وحشنا انت والله. والله انا بتابعكم على طول، فالحمد لله انا يعني بستمتع بيكم. كل سنه وحضرتك طيب. اتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. قول لي دلوقتي فيما يخص عوده الجمهور، خلاص تم الاتفاق على اول 9 بدايه العوده؟ ده كلام الدكتور اشرف صبحي، وكان الكلام ده في مجلس الوزراء، وطلع قرار بعوده الجمهور في حدود 5000 متفرج. لا قلقتني. ده كلام الدكتور اشرف صبحي، دي يعني ايه؟ ماليش دعوه. لا ده يطمن اكتر. ايوه بالظبط. انا بقى الحقيقه بقى لي 6 سنين بسمع الكلام دوت، وورش عمل وممثلين من اتحاد الكوره ولجنه انديه. ايوه، والكلام ده ما بيطلعش، عشان كده عمري ما اتكلمت في موضوع عوده الجمهور انا خالص، لان عارف ان الموضوع دوله بحت، وموضوع طبعا داخليه. فبالتالي كل الكلام ده مش هيجيب نتيجه اللي بيحصل، لما الدوله هتحس ان الوقت مناسب. ده كان رايي الشخصي، ان هم اللي هيعلنوا وهم اللي هيقولوا. فبالتالي الدكتور اشرف الحقيقه من اول ما وصل بدا يعمل مجهود في الحته ديت، واعلن وبلغني بالكلام دوت ان في من اول 9 ان شاء الله في 5000 متفرج. مؤكد كانت بدايه واستهلال طيب لعمله يعني. اكيد طبعا، وبعدين لما يتاخد من مجلس الوزراء الحقيقه دي حاجه تطمن ان الموضوع يعني درسوا موضوع نهائي ما فيهوش كلام يعني. نتوقع من اول 9 باذن الله. طيب ان شاء الله. بالنسبه لك كلجنه بقى، هذه العوده ليها ضوابط معينه وليها عقوبات، ليها ضوابط يعني مستعد لها لائحيا؟ انا الحقيقه مستعد من 5 سنين، ان من اول ما قالوا ان الجمهور هيرجع من اول مره من 5 سنين. قلت انا عملت اللائحه، واللائحه دي طبعا مجمده، لان ما فيش حاجه رجعت، الجمهور ما رجعش. قلت لي هي اللائحه لا جاهزه،
وبعتناها للانديه من اول السنه، بقى لها 5 سنين ببعتها، فيها عقوبات الجماهير. والحقيقه انا شايفها ان هي يعني تقضي الغرض اللي هو رابع الجمهور المشارب، وبتحقق الهدف منها ان هو النادي صاحب المشكله هو اللي هيتعاقب، بس ما يتعاقبش الناس كلها. وبتتدرج العقوبه من غرامه ماليه على حسب التجاوز اللي بيحصل، من في عقوبه ماليه، في لعب بدون جمهوره، في نقل خارج الملعب، يعني فيها عقوبات متدرجه. والمهم سألني طبعا ما دخلتش خالص في فكره خصم نقاط، دي صعبه جدا يا باشمهندس، لان ممكن يحصل فيها تلاعب، ممكن يحصل فيها اي حاجه. عشان كده حته خصم النقاط وحته عدد الانذارات اللي هي اتعملت في كاس العالم وحرم الدوله تخش في الدور اللي بعده، أيه. الحاجات دي ببعد عنها، لان ببعد الحكام عندها ضغوط طبيعيه، مش عايز ازود مش ناقصه الحكام مش ناقصه ان يجي في اخر كم مباراه في الدوري ومع الفرقه هتهبط او الفرقه تاخد بطوله ويحسبوا بقى الانذار ده، ده انذار وده ما رضاش يدي انذار عشان خاطر انا معاك في النوع. معاك تمام، بعد الكلام دوت قدر الامكان بنحاول نبعد الضغوط عن الحكام. يعني دوت اللي حاصل يعني في الموضوع. خصم النقاط طبعا ده عمليه صعبه جدا، ما تضمنش التحايل ممكن يحصل ايه لو الجمهور اتفتح في اي وقت بشكل طبيعي، ممكن نادي يبعت لنادي جمهور يقعد يعمل مشكله عشان يضر النادي او يمدحوا في وسطيهم او يعملوا فدي حاجات لسه ما عندناش الحته اللي احنا نقدر نسيطر قوي على الناس اللي داخله. ويا رب ما نحتاجش نوصل لها باذن الله. يعني يعني انت عشان تخصم 3 نقاط من فرقه لازم يكون حصل احداث يعني. فباذن الله ما نوصلش لهذه الامور. طب انا عايز اسالك سؤال، عوده الجماهير مش مرتبطه بصلاحيه الاستادات؟ طبعا ده اكيد 100%. هل في تنسيق في هذا الامر يعني؟ والله يمكن عشان كده هم يعني تم تحديد ال 5000 ما تبقاش بتاعت الاستاد كامله. عشان الموضوع دوت يعني طبعا في استادات ممكن حته كان دايما النغمه اشتراطات النيابه اللي طلعت اي حاجه كان وزاره الداخليه او الامن يقول لك ايه اعمل له اشتراطات النيابه، واشتراطات النيابه فيها حاجات مخالفه لمواصفات الفيفا. مواصفات اصل اشتراطات النيابه بتبص لك كسلامه وامن، لكن وجهه نظر الاتحاد الدولي الاسلاك الشائكه ما بيقبلهاش، ان الابواب في المدرجات تفتح للخارج ناحيه الملعب مش للداخل. كل دي حاجات بتبقى تفاصيل، ودي مش مشكله يعني النيابه. يعني انت لو جبنا لها الشروط بتاعه الاتحاد الدولي هتعتمدها على طول، يعني ما عندهاش مشكله. ما انا مش عارف ليه ما حدش يتحرك في الحته ديت، لان عشان خلصت اشتراطات النيابه كله بعد بقى الامن ويقول لك لا اعمل لي اشتراطات النيابه. ما هو عشان ما حدش نبههم برضه يا عامر بيه. والله عشان كده انا بقول لحضرتك المسألة بسيطة جدا، إن اتحاد الكورة دي مسؤوليته، يجي يقول اشتراطات النيابة أدي 1 2 3 على فكرة تخالف من الناحية القانونية. اشتراطات النيابة مش قرارات، يعني اشتراطات النيابة لا بس هو بكل صحيفة حادثة شافت إنه هي بتوصي بالضوابط ديت. يا سيدي ساعة ما يحصل حاجة هيجي واحد يقول لك عشان ما طبقتش، كله بيستخبى في كلمة اشتراطات النيابة. اللفظ كبير شوية. النيابة ما عندهاش أي مشكلة ان تدي لها الاشتراطات السليمه وتقول طيب اعمل كده. يعني هي مش متمسكه بقرارها. تعال لي جاب الفايده ان كله بيستخبي في الكلمه ديت بالظبط، المسؤوليه مش عايز اقرب منها. فطبعا هي دي كانت كلمه، حتى ما حدش كان راح الاستاد اصلا يشوف الاشتراطات دي موجوده في الاستادات كلها. لا هو حد يجيب الكتالوج بتاع الاتحاد الدولي، هي دي زي دي، ويقول لهم ايه ده يعني الامن هنا يقول لك الاسوار الحديديه تبقى 3 متر ولا مش 2 متر وشويه، والاسوار الخارجيه تبقى 3 متر. يعني حاجات الاتحاد النيابه بتاخد قرار قانوني مش رياضي. مظبوط يعني بتامنه زي ما يكون مثلا بتامن شركه، بتامن اسوار حاجه. وهي وجهه نظر رجل النيابه مش هندسيا حتى، يعني حتى ما هو اشتراطات الفيفا دي يعني في الاخر عشان عندنا موضوع اهم بتاع اللي انت كنت عايز تتكلم فيه بتاع السوبر. طيب حاج عامر، بعد موضوع الجماهير انت الجدول مستقر دلوقتي مفيش اي مشاكل فيه؟ يعني الحمد لله، يعني كل الاجنده اللي كانت موجوده بالنسبه لنا احنا ماشيين دلوقتي عليها صح، الامور ماشيه بنفس النظام. يمكن في ضغط على النادي الاهلي طبعا
هيبقى مضغوط ضغط كبير جدا ان النادي الاهلي الوحيد المشارك في البطوله الافريقيه الموسم الماضي واللي مكمل فيها الحمد لله. طيب. والنادي المصري انما النادي الاهلي عنده زياده البطوله العربيه مشارك فيها وعنده البطوله اللي هتبقى شهر 11 بطوله افريقيا الجديده. ايوه. اللي هتبقى في شهر 11 من قبل ما تنتهي البطوله ديت. ايوه. فبالتالي الاهلي النادي الوحيد اللي عنده ثلاث مشاركات خارجيه. النادي المصري عنده مشاركتين، الاهلي زمالك اسماعيلي عندهم اثنين عربي وافريقي الجديده. بالاضافه لنادي الاتحاد عنده مشاركه واحده بطوله العربيه. فده هو الاهلي اللي مشارك في الثلاث بطولات بس. بالاضافه طبعا ان حته ان الاتحاد الافريقي عمل البطوله الجديده في شهر 11 من قبل ما تنتهي القديمه. كل دي ارتباطات على النادي الاهلي. فانما حطينا الجدول بناء على ده ودود باذن الله يا ريس. الله يخليك، والنادي الاهلي ما علينا مقدر الموضوع دوت. ان شاء الله يعني هو مقدر الكلام ده الحقيقه النادي الاهلي، ويمكن النادي الاهلي كان عنده 13 بطوله عربيه وعنده 17 مع الترجي في تونس. لازم يلعب 21 ويلعب 24 مباراه حرس الحدود في اسكندريه، وبعدين هيقعد عشان يلعب 28 مباراه كامبالا سيتي اخر مباراه في دوري المجموعات. ايوه. هو بس كان ممكن الاتحاد بالاتفاق مع حرس الحدود يسهلها على الاهلي بقى، ان هو يخلي حرس الحدود المباراه الاولى بتاعه الاهلي بحيث ما يضطرش يجي من السفر ويسافر ويسافر ويسافر. لا هي دي احسن للاهلي انه هيجي لاسكندريه مره واحده وهيقعد للمباراه الثانيه بالظبط. الماتش هيتلعب في اسكندريه. صح صح. فدي احسن لي يعني. طيب حاج عامر، في ظل الارتباطات ديت 8 نوفمبر ميعاد مهم للاهلي فيما لو كمل باذن الله للبطوله الافريقيه للنهائي، وده تصادم مع موعد مباراه السوبر المصري السعودي الاهلي والهلال، وشفنا الهلال بيعتذر وبيقول الاهلي ما وافقش عن هذا الموعد، وحتى الان الحقيقه تايهه الحقيقه في موضوع السوبر. ايه الحقيقه في السوبر المصري سواء فيما ابطال الدوري او ابطال الكاس؟ هي الحقيقه ان احنا من السنه اللي فاتت الحقيقه واحنا بنحاول نعمل المباراه ديت، انما ارتباطات الاتحاد الاسيوي غير ارتباطات الاتحاد الافريقي طبيعي، وبالتالي ارتباطات الهلال غير ارتباطات النادي الاهلي. النادي الاهلي كان في وفد من الاتحاد السعودي موجود من شهر ونص، في خلال الاجتماع النادي الاهلي كان عنده تصور على انه هو بطل الدوري فهيلعب بطل الكاس ويلعب في القاهره. ونفس الوضع البطل الدوري السعودي لعب بطل الكاس في مصر اللي هو الزمالك في السعوديه. لو سميناها سوبر او نغير المسمى بتاعها، دي نمره واحد. نمره اثنين، حددنا مواعيد مبدئيه كانت ان يوم 6 نادي الزمالك يلعب. الزمالك عنده مساحه من الوقت ان هو يلعب في اي وقت، ان انا ممكن ااجل له. النادي الاهلي كان الوقت المناسب للاتحاد السعودي والاتحاد المصري ان هو يوم 8، انما كانت مشروطه على ان لو الاهلي ان شاء الله وصل النهائي يعني مش هيقدر يلعب، لان في نهائي افريقيا يوم 9 و10 و11، فبالتالي كان هيتم اختيار ميعاد ثاني في حاله وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه. فطبعا في ظل الارتباطات ديت بالنسبه للناديين وبالنسبه للتصور بتاع النادي الاهلي اللي طلبه، فكان في مشكله في اقامه المباراه برضه زي من الموسم اللي فات، احنا مش قادرين نحدد ميعاد يناسب الناديين. فتم تأجيل المباراة لظروف أخرى، ومع الاتفاق على المباراة اللي الزمالك هي اللي هتتلعب يوم 6 مع اتحاد جدة. يعني دلوقتي الزمالك هيلعب مع اتحاد جدة مش مع الهلال؟ لا، مع الاتحاد جدة. ده في تصريحات ناسبينها ليك، في تصريحات ان وفي برج العرب او في مش هو. انا بس حته السوبر دي مش قادر افهمها. هو كان زمان كان بيتلعب السوبر السعودي، ها، المصري في بلده السعودي في بلده، والسوبر السعودي في مصر، والبطلين بيلتقيا، بطل السوبر المصري مع بطل السوبر السعودي. انما دلوقتي هيبقى في بطلين يعني هيرجعوا يلعبوا بعض. هو يمكن كانت حاجه يعني مش بمسمى السوبر، عشان كده النادي الاهلي لما قال ان هي لو سوبر يبقى انا العب في ملعبي مع بطل الكاس. يمكن زمان اتعاملت مع اربع انديه بس، هو ده هو طول عمر السوبر كده. انما الاتحاد السعودي كان ليه فكر تاني على انه عاملها على كاس اسمين من الاسماء الكبيره رئيس الدوله المملكه يعني هيبقى ده بطل ايه، ابطال الكؤوس، وده بطل ابطال الدوري.
يعني ده خادم الحرمين وده الرئيس السيسي. لا معلش انا فاهم اساس السيسي فيصل فتح السيسي، فبالتالي كان المسمى داخل في بعض، فكان لازم تتلغي كلمه السوبر دي، بتتعامل على طول على لا ما المقصود ايه يعني؟ المقصود انك انت في الاخر هتبقى فزت ايه ببطوله خادم الحرمين او الرئيس السيسي خلاص، لكن لكن الفكره كلها انت فزت بايه في الكوره؟ فزت ببطل ابطال الدوري، بطل ابطال الكاس مش كده؟ يعني زي هتبقى في الاخر هي زي ابطال الدوري وابطال الكونفدراليه في الاتحاد الافريقي مثلا يعني. لا يعني في جميع الاحوال هو كان الغرض منها اللي هو التقارب. طب انت دلوقتي بتقول كلام حضرتك مهم جدا في هذه المداخله، والحمد لله انك جيت معانا، ان لحد الان مفيش شيء نهائي في هذا الامر، لان كل ما حدث من اجتهادات ان الهلال اعتذر فتم تبديل الزمالك هو اللي يلعب مع الهلال والاهلي يدوروا له على موعد لاتحاد جده. لا هو ما تمش الاتفاق على فكره النادي الاهلي. انما تم التبديل على الزمالك، تاجيل مباراه الاهلي بس مع الهلال لوقت اخر لما يتم الاتفاق عليه. وان الزمالك والاتحاد هيلعبوا في برج العرب يوم 6. تمام. الزمالك والاتحاد بطل الكاس مع بطل الكاس. تمام. طيب بطل الكاس مع بطل الكاس يعني هو الناديين وافقوا، يعني الزمالك وافق والاتحاد جده وافق، فالاثنين ما عندهمش مشكله ان هم يلعبوا. وماتش الاهلي والهلال معلق لسه. معلق ان ارتباطات مختلفه خالص، المواعيد مختلفه بين النادي الاهلي والنادي والهلال. اذا هذه هي الحقيقه. نشكرك. طب السوبر المصري بقى يا حاج عامر. في سوبر مصري لسه؟ امتى هيتلعب؟ وفي السوبر الاماراتي يوم 25 ان شاء الله. اوبا. لا الاماراتي ده بيجي عندنا بيشرف. ما بيشرفوا طبعا بينورونا، عشان كده مباراه الزمالك ما بيلبسناش في حاجه. ده ده يوم 5 يوم 25 واجلت مباراه الزمالك ونجوم المستقبل بقت 27 عشان افضي القاهره للسوبر الاماراتي زي ما هم بيفضلوا لنا الدنيا هناك. صحيح صحيح. ويستقبلونا يستحقوا كل اهتمام طبعا. فاحنا ادينا مباراه الزمالك. هو سوبر مصر هيبقى امتى وفين؟ لا وبين مين ومين؟ برضه نفس الاشكاليه. لا السوبر المصري واضح ان بطل الدوري وبطل الكاس الاهلي والزمالك. انما انا مستني مشوار النادي الاهلي لما يوضح شويه عشان اقدر احط بقيه الدور الاول واحسب عدد مؤجلات النادي الاهلي قد ايه على حسب وصوله للنهائي ان شاء الله. يعني كم مباراه غالبا هيبقى بين الدورين ولا لا؟ بين الدورين ان شاء الله. بين الدورين. بين الدورين. وفي الامارات ولا لسه ما اتحسمتش؟ لا لسه بالشركه الراعيه لسه ما حددتش المكان. كل سنه وحضرتك طيب يا حاج عامر. شاكرين على يعني كمان الحقيقه يعني احترامك وحرصك على الاستجابه لطلب المداخله باستمرار. نشكرك. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا للمهندس عامر حسين. ده المكالمه دي حددت حاجات كنا هنقعد نتكلم كده واحنا مش فاهمين. لا موضوع السوبر المصري السعودي الاعلام بطريقه ايه؟ بلاها نادي ياخد سوسو فاضي المهندس. دي وجهات نظر الاعلام بقى. بص خلينا هقول لك انا اللي اتكتب. طب ما تسيبك بقى عشان نلحق شغل. ما تسيبك يا ابراهيم اللي بقى خلاص هنناقش اشاعات. طيب يبقى لا تحتفي بهذا. الحقيقه على هذا الوضع مباراه الاهلي مع الهلال، الهلال السعودي اعتذر او رفض ميعاد 8 نوفمبر. الاهلي 8 نوفمبر ميعاد غير مناسب ليه خالص باذن الله تعالى. الاهلي يكمل في دوري ابطال افريقيا، 8 نوفمبر ميعاد المباراه النهائيه. فالاهلي ما استجابش للموعد المحدد ب 8 نوفمبر. مش ما استجابش، هو الاهلي من نفسهم هم من غير استجابه. هتلعب 8 و9 ابراهيم غير معقول. فبالتالي اداره الهلال السعودي اعتذرت عن خوض المباراه في هذا الموعد، فتم تعليق هذه المباراه. وزي ما اكد الاستاذ عامر حسين ما تم تاكيده مباراه الزمالك بطل كاس مصر مع اتحاد جده بطل الكاس السعوديه الاثنين 6 نوفمبر في برج العرب. هذا هو ما تأكد بعد في قضية بلاها نادية خوتسوسو. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. الأعضاء يقررون. النادي الأهلي في هذه المرحلة مهتم جدا جدا بإثراء حوار مجتمعي. إن شاء الله يتواصل بين كل الأعضاء. مفيش مانع إن الجمهور يهتم
قلنا ما يتحدد داخل أسوار النادي الأهلي يؤثر في الصميم في مشاعر ووجدان الملايين من الجماهير. الأهلي مش بس داخل أسواره أو أسوار مقراته، لوائحه، دستوره، قواعده، قوانينه، كل ما يصدر عن النادي الأهلي بيأثر بشكل مباشر في مشاعر واهتمامات جماهيره داخل مصر وخارجها. عشان كده اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي بطرح مشروع لائحة النظام الأساسي الجديد اللي الغلاف بتاعها واضح قدام حضراتكم، بيفرض على أعضاء النادي المزيد من التواصل. إدارة النادي حددت إيميل أو بريد إلكتروني للتلقي مقترحات، تعديلات، اعتراضات، وجهات نظر، آراء، شارك. ده زي ما حضراتكم شايفينه، بالإضافة إلى أنه متوفر لدى إدارة النادي كميات من لائحة النظام في النسخ الورقية، ونأمل إن شاء الله مزيد من إسراء الحوار في هذا الجانب عشان يقدم الأهلي تجربة ديمقراطية ثرية جدا لجماهيره قبل أعضائه. أكرر تاني يا أستاذ إبراهيم وأذكر اللي قلته أول البتاع، إن ورد الكثير من المقترحات وتم التعامل معها من خلال اللجنة اللي هي في حالة انعقاد دائم أول يوم بيوم وساعة بساعة، وبالفعل تم الاقتناع ببعض التعديلات المطلوبة على بعض المواد، وده كلام قاله لي الكابتن محمود الخطيب امبارح. ده معناها اهتمام النادي بآراء أعضائه، فمن فضلكم هي مش ناحية شكلية، تعالوا مع بعض نعمل لائحتنا. هي دي الإيجابية، شارك في وضع لائحتك، ابدي ملاحظاتك، اعترض، عدل، غير، شارك وصوت. لأنه فكرنا حضراتكم في الحلقة الماضية الناس نسيت هي إيه كانت فكرة اللائحة. اللائحة الناس في بعض الناس سمعتها بتقول هو ليه الأهلي عايز يعمل لائحة دلوقتي؟ اشمعنا دلوقتي؟ عشان ما كانش صح أبدا من الأول الأهلي يحكم بلائحة استرشادية ومفروضة عليه. حدث خلاف في الانعقاد في مكان ولا مكانين على يوم ولا يومين، على حاجة غير مبررة. بالظبط. يعني أنا بتبع طريق بالعند علشان يوصلني إلى طريق مسدود. طب بالزبط. ليه؟ ما كنا يعني وكانت دي قضيتنا، لكن يلا خش مشروع اللائحة احنا ناقشنا جزء مهم منه المرة اللي فاتت بالذات في الجانب الاستثماري، واعتقد وضح لحضراتكم بشكل جيد. دلوقتي في البند او في الباب الثاني في شؤون العضوية بيحدد انماط العضوية وانواعها. الجزئية اللي كانت مثارة ومحل خلاف ووصلت للمحاكم عضوية الفرع، عضو الفرع بالذات أعضاء النادي الأهلي في الشيخ زايد اللي خدوا عضوية في الشيخ زايد طلبوا بيكون ليهم حق في التصويت، حق حضور الجمعية العمومية، بعضهم لجأ للمحاكم. اللائحة الفروع خلي بالك، اللائحة الجديدة حتى في نادي هليوبوليس يعني كل الناس الفروع بالضبط. اللائحة الجديدة قالت في أنماط العضوية فيما يخص العضو الفرع، هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي، ويعامل معاملة العضو العامل في حدود نطاق الفرع المشترك فيه وطبقا للوائح وقرارات الفرع، ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادي الأصل ما لم يكتسب العضوية العاملة بالنادي الأصل طبقا للبند 5 من المادة 26. اللي هي إيه؟ أنا دلوقتي عشان برضو الجمهور اللي هو مش متابع حتى أحوال النادي بعارف، عضوية النادي الأهلي دلوقتي ب 350 ألف جنيه تقريبا، عضو الفرع بفلوس أقل من كده بكتير، يمكن أقل من النص تقريبا. يجي عضو النادي في أو عضو الفرع عامل عضوية في الفرع فلوس أقل من النص زميله اللي عاملها في النادي عامة، بيطالب بنفس الحقوق اللي التاني خدها. اللائحة هنا قالت لك لا، أنت عضو فرع تستفيد بكل مزايا الفرع، بس ما اقدرش ادي لك كل المزايا اللي غيرك خدها بفلوس كتيره. انت عايز تحول عضويتك من عضو فرع لعضو عامل للنادي كله، النادي بيرحب واللائحه بتسهل. بيدفع، شوف انت عملت العضويه سنه كام؟ سنه 2013 او 2017 كانت العضويه العامله كام؟ قبل الزياده، فبالتالي بتدفع الفرق اللي كان وقتها. وفيها تسهيلات علشان تقدر تتحول لعضو عامل
تستفيد بكل حقوقه العضوية والترشح والتصويت وحضور الاجتماعات. إذا ما عملتش ده فأنت لك كل الحقوق داخل هذا الفرع. بتستمتع به اجتماعيا ورياضيا ورياضيا وكل شيء مع حق التصويت بالظبط أو ترشح. بس أنا عايز أضيف نقطة مهمة جدا. إن المسألة مش مزاجية. يعني هي دي برضو كانت أحد نقاط الخلاف والثغرات اللي يعني في الـ في الـ في الـ المجلس السابق كان فيما طرح سابقا. أن القانون بيقول كده. ده هو القانون بيقول كده. ده وصلت يقول لك لو أنت سويت في الحقوق وخد العضو اللي استمتع اللي بفلوس أقل اديته كل الحقوق أنت مخالف. انت مش مخالف. اهدار مال عام. يعني في القانون هذا اهدار للمال العام. عشان الناس تبقى فاهمه، مش مساله انت بتحط بند مزاجي. يعني تقدر تغيره عشان هتجي لك اقتراحات. اديت واحد كل الحقوق بفلوس اقل. القانون خلينا بقى في القانون. تفسير القانون انك انت احنا اتنين، انا رحت دفعت 250 وتدفعت 120 ولا 125، خلاص مش ممكن نتساوى في الحقوق هنسميها السياسية او التشريعية، ما اعرفش اسمها ايه، اللي هي الانتخاب والترشح او حتى ارتياد الفروع الاخرى، او دي ممكن نتكلم فيه. عشان انت كم واحد هيروح يرتاد هنا ولا هنا؟ لا سيب الناس ترتاد. انا فيدي، انا لو انا يعني كمجلس اداره اقول لا ايه، خش النادي، ما انت بتعمل تبادل عضويه، فاهمني؟ لا انا سيب الناس ترتاد عادي، بس نيجي عند الحاجات المؤثره، ادفع الفرق وخش انتخب. الفرق امتى؟ يعني انت دخلت ايام ما دفعت 60,000، كانت العضويه ب 150,000. ايوه تكمل على 150، ما تكملش على 350 بتاعت النهارده. ايوه وعلى فكره اعضاء كتير جدا في الشيخ زايد عملوا حولوا حولوا كده. ليه؟ لانه كمان هي كمان مديك هذه الميزه لمده 3 سنين. وكل ده يا استاذ ابراهيم نتيجه ان الناس برضو ما كانتش عايزه تدي للمركز الرئيسي والعضو الرئيسي يعني الوضع الذي مش الوضع الطبيعي. فانت كنت تملي، يعني النهارده انت كنت هتعمل مثلا عضويات في التجمع، هتفتح في التجمع. ما الشيخ زايد ابتدى ب 30,000. ايوه. هل معقول اللي دفع 30,000 يتسامح دفع 300,000؟ مش ممكن. في الترشح والانتخاب. لكن عايز تروح يا سيدي تقابل واحد صاحبك اللي قال لك تعال اعمل عضويه في الشيخ زايد في الفرع الرئيسي او في مدينه نصر. رايي انه لا يروح. حق الارتياد. حق الارتياد. هم يعني اصل الحركه دي هتبقى ازاي، عامله ازاي؟ مش هتبقى كتيرة ولا مربكة ولا فيها ولا حتى الانخراط في أي نشاط رياضي، يعني يدخل ولاده مدارس الألعاب في الجزيرة. يا عم تدخل هو يعني واحد في الشيخ زايد ولا في مدينة نصر هيدخل ولاده في الجزيرة ليه؟ ده أنت بتوع الجزيرة كل اللي ناشئين موجودين في مدينة نصر. ما هذه تفاصيل ما هياش دي تفاصيل إدارة بقى. لكن تفاصيل الحقوق الشرعية بالظبط ما نقدرش نتكلم فيها. طيب اذا دي عضويه الفرع ويجب ان تكون واضحه ومحسومه. الانماط العضويه في عضو موسمي، وده حد ظروف عمله حتمت انه عايز يعمل عضويه في النادي لمده 6 شهور، نراجل في سفاره ما بالظبط، عمل في شركه اتنقل بالزبط. الى القاهره وهو في اسكندريه، فاللائحه قالت يجوز يبقى في عضو موسمي. العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر خلال العام بعد سداد رسم الاشتراك المقرر ولا يسدد رسم الالتحاق، ولا يجوز أن تتكرر العضويات الموسمية لأكثر من 3 عضويات عن 3 سنوات. هنا عايز ضبط في الصياغة. أنا مش فاهمها. حاول تفهمها. أولا أنا مش فاهم ليه 6 أشهر، ليه ما تبقاش سنة موسمية لمدة سنة؟ ما يجوز حد عايز 6 أشهر، هو بيقول لك يجوز حد هو حر. بس انت ما بتقول لمدة 6 أشهر ما تقدرش تعمل اكتر من 6 أشهر. هو بيقول لك لا تقل عن شهر، لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر. عايز تجدد 6 أشهر جددها 3 مرات بقى بالظبط. لكن 3 عضويات دي اللي انا مش فاهم. فجملة ولا يجوز ان تتكرر العضويات الموسمية لاكثر من 3 عضويات عن 3 سنوات عايزة ضبط الصياغة.
في العضويه التبادليه، ودي رجعت انت قلت لي كانت موجوده زمان. كانت موجوده زمان، اعضاء مجالس ادارات كانوا يتبادلوا العضويه. يعني واحد في مأمورية في اسكندريه من النادي الاهلي عايز يخش نادي سبورتنج، كان بيننا وبينهم تبادل عضويه. والعكس، واحد جاي من اسكندريه عايز يجي يخش النادي الاهلي. وعلى مستوى مجالس الادارات، واظن كان هليوبوليس وسبورتنج والاهلي كانوا بينهم هذا الاتفاق. لكن يعني دي مش مستحقيه التوقف يعني. جزئيه ايضا اجتماعيه مهمه جدا، وانا لما قريتها في الصحافه او في بعض المواقع انا شخصيا استفزيت انه يتقال ان اللائحه الجديده قالت انه الارمله او المطلقه، بالذات الارمله اللي فقدت زوجها وهي عضوه في النادي عشان تتحول لعضويه عامله بعد فقد زوجها العضو تدفع كام؟ 50% من 50% من كام اشتراك. عشان ايه؟ دي مساله بالشكل اللي اتقالت، دي كانت اتهام غير سليم بالمره للقائم على مشروع اللائحه. اما تيجي تبص في النص لا، ده موضوع تاني. النص هنا هيتوهك، هقولها لك ببساطه. واحد متجوز وهو عضو فادى مراته العضويه، مراته اكتسبت العضويه بموجب ان هي زوجه، توفى الزوج بقت هي عضو عامل، وهي ارمله تزوجت، زوجها الجديد يدفع 50%. يدفع 50%، مش هي اللي هتدفع 50%. وده كلام منطقي. بس انت عارف بقى علاج الفقره دي ايه؟ شوف انت ابتديت قلت لي الصياغه على التوهك، لانها طويله وفيها تفاصيل بالزبط كتير. بالظبط. اقسمها عند يعني ترمل الزوجه تصبح عضو عامل، يحق لها زواج مره اخرى وضم الزوج. اثنين، في حاله قيامها بضم الزوج مره اخرى يسدد 50%. ما تبقاش الصياغه سايحه ورا بعضها، ما تبقاش على بعضها، ما تتفهمش. صحيح. ونفس الشيء بينطبق على المطلقه. ايوه. فارجو انها تكون واضحه، لان هي كده محتاجه بس ايه؟ اعاده صياغه، لكن المنطق موجود وسليم. بالظبط. فاي دعايه سلبيه ضد مشروع اللائحه في الجزئيه ديت يتقال، خلي بالكم منه يعني. يعني ده احنا قلناها ببساطه. بالظبط. في طبعا جوانب اجتماعيه الحقيقه كتير في اللائحه يجب ان تشجع وتحيى. يعني ابناء الاعضاء ذوي الاحتياجات الخاصه اللي ما يقدروش يعتمدوا على نفسهم حتى بعد بلوغ سن الفصل، لا يستمروا في العضوية التابعة مع الأسرة ولا يحق لهم فصل العضوية. العضو بيفصل عن أسرته لما يخلص دراسة أو يتزوج أو سن 21 سنة. من أهم الحاجات التي أضيفت، فرعاية الأعضاء أو أبناء الأعضاء ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يفضلوا في حضن العضو، دي مسألة مهمة جدا. كانت عاملة مشاكل، وأنا صادفتها حتى وأنا في أندية أخرى، لأن ما كانش حد معني بهذا الأمر. صحيح. جزئية اجتماعية أخرى تاني، والد العضو، الأب والأم ابنهم عضو، فاللائحة أدت الحق للعضو يضيف والده ووالدته معاه، بالذات لما يكونوا فوق السن ينضموا عليه. طيب، اللائحة قالت ماذا لو حدث توفى العضو نفسه؟ الأب والأم كانوا بيدخلوا النادي على أساس ابنهم عضو. اللائحة الحقيقة في انحياز إنساني جيد جدا تستمر عضويته، تستمر عضوية الأب والأم، ودي نقطة إنسانية راقية متفق عليه. ماشي. الطفل المشمول بوصاية العضو، يعني الأطفال بالتبني يجوز شمولهم بالعضوية، دي مسألة مهمة جدا. هيلة. الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل يستحق ويستمتع بالعضوية. لا بس زي دي بقى هيلة. قال لك وفقا للقانون، وفقا للقانون، وفقا للقانون رقم 12 لسنة 96. يعني لازم الكفالة تبقى قانونية. بالظبط. مش كل واحد يجيب حد يقول لك ده أنا بكفيل. لا، ده المكفول قانونا. شقيقات العضو العامل غير المتزوجات، نقطة مهمة جدا ما كانتش قبل كده ممكن. شقيقات العضو غير المتزوجات وما بيشتغلوش، هو بيعولهم وهو اللي بيعولهم، فيديهم حق العضوية معاه. بس ايه، هم ما يكتسبوهاش بعديه ولا يكتسبوها بعديه؟ وشقيقات العضو العامل غير المتزوجات التي لا يعملن ويقيمن معه بصفه دائمه وفي حال تقديم طلب الحصول على العضويه العامله المستقله يجب سداد نصف قيمه المبالغ المقرره لقبول العضويه. لو حصل اي حاجه، توفى ولا بتاع، يدفع 50%. ده مبدا وتستقل بعضويتك. مظبوط مظبوط.
الجزئيه المهمه جدا اللي شملتها الحقيقه اللائحه الجديده رابطه المشجعين. روابط المشجعين لاول مره ينص في مشروع اللائحه كنظام اساسي انه يتم لمجلس اداره النادي الترخيص لمجموعات من المشجعين بانشاء رابطه لتقديم خدمات لهم تدعم اهداف النادي على الا يقل عدد اعضاء الرابطه عن 150 عضو ولا يقل سن اي منهم عن 21 سنه، ويكون لهذا الرابط اساسي يعتمد من مجلس اداره النادي ويتم اشهار الرابطه طبقا للقانون، ولا يجوز لهذه الرابطه استخدام اي حقوق تجاريه للنادي او شعار النادي او ابرام اي تعاقدات مع الغير باسمها الا بترخيص مسبق من مجلس اداره النادي. انا مش موافق على دي بقى. انا عايز استوب، مفيش ترخيص مسبق. ما تحولش الروابط الى كيان اقتصادي موازي يبتدي يضغط عليك ويبتدي يستفيد منك وتخش معاك مشاكل. انا رايي، وانا كنت شديد الصرامه في الجزئيه دي. يعني ايام، وتسال الاستاذ خالد شاكر حتى، والراجل كان محترم الى درجه انه كان دايما يستجيب لهذه التعليمات. ما فيش حاجه اسمها قهوه الاهلي. ما فيش حاجه اسمها كافيتيريا الاهلي. ما فيش الكلام ده. اللي عايز يعمل الكلام ده يسدد رسوم للنادي الاهلي. يعمله من خلال النادي، يحفظ للنادي حقوقه. زيه زي اي حد، لكن الروابط جاءت لتشجع مش لتتربح. فانا عايز ما اديش اي موافقات الا. طيب عايز تقول ايه في النص ده؟ لا يجوز لهذه الرابطه استخدام اي حقوق تجاريه للنادي او شعار النادي او ابرام اي تعاقدات مع الغير باسمها، نشيل الا بترخيص مسبق من مجلس اداره النادي. هو عايز، يمكن هو عايز يعمل اللي انا بقوله، ان انا ممكن ابيع بعض الحقوق، لكن هي هتجيب وجع دماغ. انا رايي، لان انت لو اديت لواحد يعمل مثلا قهوه الاهلي في المنصوره، خلاص؟ حصل شغب في القهوه دي. هيقول لك الاهلاويه اللي مجلس الاداره ادالهم حق بتاع، بقوا بؤره شغب جوه المنصوره. ايوه. لا انا ما اديش حقوق. ده اقتراح، ده انا بصفتي عضو عامل عايز اتقدم بهذا التعديل يا استاذ ابراهيم. طيب بعد اذنك يعني. ما سجله. تقدم سجله بقى. طيب الجمعيات العموميه، والجمعيات العموميه يعني ده الكيان المهم، ده النادي، لانه الجمعيه العموميه بكل ما تملك هي صاحبه الحق الاصيل. هنا المشرع الحقيقه في جانب بيسعى لتسهيل انعقاد الجمعيات العموميه. التخلف عن حضور الجمعيه العموميه بنوعيها. يتعين على الاعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعيه العموميه للنادي بنوعيها، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% من قيمه الاشتراك السنوي. يتم تحصيله مع الاشتراك السنوي المقرر. هنا يا باشمهندس الغياب عن الجمعيات العموميه، الغرامه واضحه وصريحه. 50% من قيمة الاشتراك السنوي، بس هل انت وصلت لصفحة كام معلش عشان امشي معاك؟ دي في صفحة 21. 21 يبقى نقفل في القسم الثاني. نقفل الملزمة دي. ده في القسم الثاني. القسم الثاني، الله ينور. ماشي. المادة 26 عندك في التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ودي مسألة الحث على الإيجابية بقى. إن الناس إزاي تشارك وإزاي تهتم إن هي تيجي حتى الجمعيات العمومية العادية. عندك المادة 26 تحت يا باشمهندس. أيوه. في حال التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية بنوعيها اللي هو العادي وغير العادي. يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي. هل الاشتراك السنوي اللي يخصك أنت ولا يخص الأسرة؟ المخالف، افرض ان انا جيت ومراتي ما جاتش. لا، الفرد مش قيمه اشتراك الاسره. قيمه اشتراك برضه تبان يعني، بس لازم يتحدد لها حتى اقصى. استاذ ابراهيم، ليه بقى؟ انا النهارده مثلا بدفع 300 جنيه في السنه. ممكن بعد خمس سنين الاقي 300 دول بقوا 1000 ولا 2000، فهدفع برضه 50% منها. يبقى مبلغ كبير، فلازم يتحدى. هو ده الحث على الايجابيه يا سيدي. الحث، انت مش هتشد الناس تخليها تنتخب. انا رايي اذا لم ياتي العضو برغبته، ما يبقى ما احناش في مجتمع متحضر. هذا وعي، وعضو النادي الاهلي واعي.
فانا لازم يعني اقترح يوضع عليها حد اقصى. وكمان يتبان من قيمة يعني مثلا 200 جنيه مثلا من قيمة الاشتراك السنوي للعضو. للعضو طبعا. يعني لازم أن ينص على ما هو أنت بتقول إيه؟ يسدد مبلغ يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي. يتم تحصيلهم على الاشتراك السنوي. يعني بحد أقصى. اكتب جنبها كده نرى الالتزام أن يوضع حد أقصى. عندنا كمان المادة 28. دي برضو كانت مثار لغط قبل كده، تضارب مصالح الأعضاء وعدم حضور الجمعية العمومية. في عضو أمره معروض على الجمعية العمومية ما يحقلوش يحضر. لا يجوز لعضو الجمعية العمومية بنوعيها حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان الموضوع المعروض على الجمعية إبرام اتفاق معه أو رفع دعوة عليه أو إنهاء دعوة أو نزاع بينه وبين النادي، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض. الجمعية هتناقش حاجة والعضو طرف فيها أو له مصلحة فيها لا يحق له قانونا الحضور. طبعا التأكيد على فيما عدا انتخاب أو إسقاط مجلس الإدارة. فهيجي واحد يقول لك طب أنت بتصادر على حقي كده في إن أنا أدافع عن نفسي أو يعني أنا أنت عارض أمري على الجمعية العمومية. ما يجيش إزاي؟ إزاي ما أقولش؟ يعني دي برضو عايزة هتلاقي ناس هتعلق عليه. عايز إعادة نظر. هو برضو وجهة النظر هنا إن بعضهم بيروح يعمل شوشرة ويضيع لك وقت الجمعية العمومية. فلازم يتحط ضابط للحضور، ويمكن أو تقدر تضيف يمكن أن يتقدم بملزمة تثبت وجهة نظره في القضية المعروضة تطرح عن طريق مدير النادي. على الجمعية العمومية، يعني يلتزم مدير إدارة النادي إنها تطرح وجهة نظره بدون حضوره. منعا للشغب والكلام ده، فاهم؟ الاضافه اللي ممكن تبقى عادله وتحقق كل الاهداف. طيب هنيجي ل الماده 31 اختصاصات الجمعيه العموميه، وهي اختصاصات كتيره الحقيقه لم يضف اليها شيء لانه الجمعيه العموميه اختصاصاتها بس هنا في انت ما كملتش بقيه السطر. انه يقدر يحضر الجمعيه العموميه بتاعت العاديه والانتخاب بالظبط. نصاب صحه انعقاد الجمعيه العموميه دي نقطه شديده الاهميه لتسهيل الانعقاد. يكون اجتماع الجمعيه العموميه العاديه بقى العاديه يا جماعه اللي هي كل سنه بتجتمع عشان تعتمد الميزانيه والحساب الختامي للنادي وتقرر النشاط الرياضي او تقرير النشاط الرياضي. دايما وابدا في خلاف على النصاب القانوني عشان تبقى الجمعيه سليمه. اللائحه الجديده قالت الاجتماع العادي السنوي يبقى صحيح في حضور الاغلبيه المطلقه، الاغلبيه المطلقه دايما هي النص زائد واحد لعدد الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع او 3000 من الاعضاء ايهم اقل. يعني انا هسالك سؤال، انت ليك انت قريت هذا الكلام؟ اصل ده كلام هتجده ممكن يكون منقول هو من كل اللوائح القديمه. أيوة. لان شروط انعقاد الجمعيه النص زائد واحد اذا ما اكتملتش بتكتمل بالحد الادنى. خش بقى في الحد الادنى اللي انا عارف ان ليك راي فيه اللي هو ال 3000. لا احنا كان ده كان خاص بالجزئيه بتاعه سحب الثقه مش كده؟ اللي احنا قلنا لازم العدد يزيد. إذا لم يكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثاني يعقد في يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور 5% من عدد الأعضاء اللي ليهم حق الحضور أو 2000 عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس إدارة أو لم يتضمنه. 2000 عضو. إحنا كنا في الحلقة الماضية الحقيقة تحفظنا على جزئية إنه يبقى من حق مجلس الإدارة بموافقة تلتين إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي نفسها يا باشمهندس. أو 2000 عضو. إذا ما جوش. بالظبط. دي أنت عايز تخليها 2000 في كل الأحوال. أيوه. يعني لا يعطى مجلس الإدارة لوحده حق تعديل لائحة النظام الأساسي. خلاص ماشي، أنت ما ده القديم. كل ده اللي موجود قبل كده. هنا الجديد بقى إنه إعلان النتيجة اختار اللجنة الأولمبية المصرية. ده الجديد حسب القانون، ما عادش بيختر وزارة الشباب والرياضة. الجهة المسؤولة ماشي دي القانون اللجنة الأولمبية. في حاجة يعني محتاجة إن احنا تقف أمامها في المواضيع دي؟ أصل النواحي الإجرائية
يعني مش عايزين نقراها ورقه ورقه عشان نلحق نخلص بس، احنا عندنا لسه احنا في الباب الثاني وعندنا ست ابواب او ست يتعين على كل عضو ان يثبت في ورقه الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئه من فئات المرشحين، ونص اللائحه نصت على انه عمليه فرز الاصوات هتكون بالبطلان الجزئي مش الكلي، ودي نقطه دايما بتعمل لغط كبير. يعني ايه؟ مركز مركز. يعني انت صوتت صحيح في خانه الرئيس واخترت نائب واخترت امين صندوق، جيت في العضويه جيت في العضويه بدل ما تنتخب سته انتخبت خمسه انتخبت خمسه او ثمانيه فيبطل الصوت كله. كان الخلاف القانوني البطلان جزئي ولا كلي؟ هنا اللائحه قالت لك البطلان جزئي، يعني الرئيس وبقيه الاعضاء لا يضاروا، يبطل الجزء اللي تم. ماشي، هو اكثر عداله ده. يلا، وده كان موجود على فكره في اللي فات. ايوه. هنا انا هسالك في حاجه. اذا كان عدد المرشحين مساوي للعدد المطلوب انتخابه، يعني بالتزكيه. بالتزكيه. حلو قوي. او اقل من العدد المطلوب تعرض اسمائهم على الجمعيه العموميه لاعتماد فوزهم بالتزكيه. ليه تعرض على الجمعيه العموميه؟ عشان يكتسبوا ان ما بقوش اعضاء مش منتخبين. ايوه، بس العرض على الجمعيه العموميه، لان انت ممكن يبقى ليك تحفظ على حد منهم كجمعيه عموميه. مش هو خلاص هو ترشح؟ ما هو ترشح ومحدش نزل قصاده، محدش نزل ونجح بالتزكيه. ماشي، اغلق الباب ومحدش دخل. قال لك يعرض الامر على الجمعيه العموميه لاعتماد نجاحه بالتزكيه. طب هنا الاعتماد بالتزكيه ده، طب ولما اعتمدتوش؟ ايوه، ده السؤال. هتعيد الانتخابات؟ ده السؤال. ايوه، هو ده المقصود. مقصود ان لو في ناس منهم، طب ما هي لازم على فكره هذه يعني انا فكره انها اصلا طرحت مستحيل هتكون وارده. بس انت بتشرع، انت في النهايه يعني. لا، ده نص موجود. يعني اذا كان موجود من زمان تسيبه زمان، مش عامل مشكله، لان مش هتوصل له حاله، مش هتوصل لها. انت في كل الاحوال عايز تعظم من دور الجمعيه العموميه، ان حتى لو بالتزكيه لا تنعقد وتيجي تقول اوكي موافقين عليك، مش ما تجيش بقى. بس ما هي لو ما جتش يبقى ما فيش انتخابات. انت فاهم يا ابراهيم؟ يعني هو ده يمكن المقصود، انها تيجي وتعتمده. طيب، هنا الجمعيه العموميه غير العاديه، دي النقطه اللي احنا اتناقشنا فيها المره اللي فاتت، ده الباب الخامس. ايوه، دي مساله مهمة جدا. تجوز الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب مسبب يقدم من مجلس إدارة النادي، تلتين الأعضاء يطلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية، أو 10% من عدد الأعضاء اللي لهم حق الحضور. إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب من أي من هاتين الجهتين خلال أسبوعين، جاز للمجلس الانتخابي. والمجلس الانتخابي دي يا جماعه مساله. بس انت في نقطه في الجمعيه العموميه العاديه قبل الغير عاديه. عايزين برضو نقولها. لاول مره بيتحط النظر في اقتراح مجلس الاداره في منح العضويه الفخريه. يعني مجلس اداره مش هيبقى قرار مجلس اداره بقى في الاخر. يعني مجلس الاداره بيقترح انا همنح العضويه الفخريه لفلان. هي دي موجوده بعد كده. فهي هتبقى، بس دي احد ممكن الجمعيه العموميه العاديه تبحث، مش الغير عاديه. بس الجزئيه المهمه جدا طرح الثقه في مجلس الاداره. فجاه الجمعيه العموميه مش عاجبها المجلس وعايزه تطرح ثقه فيه. اللائحه نظمتها. ايه اللي يحصل لو الجمعيه عايزه تسحب الثقه من مجلس الاداره؟ إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي، يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة. قديم، ماشي. خلال 60 يوم من تاريخ الانعقاد، وذلك للنظر في إسقاط مجلس الإدارة. وفي حالة صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بالإسقاط بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، يعني هو شال حتة إن يديله مهلة يصلح يعرض الميزانية أو يصلح. كان في مهله كده لما ما تعتمدش الميزانيه قبل كده. اذا لو ما اجتمعتش الجمعيه خلال 60 يوم من تاريخ انعقاد الجمعيه. لا، الحته دي بتاعت اعتماد الميزانيه. ايوه، كانت الاول ما بتسقطش على طول، كنت بتروح للجهه الاداريه تصلح موقفك.
وترجع خليني اقرا لك النص كاملا. اه اذا لم توافق الجمعيه العموميه، الجمعيه اعتمدت انعقدت عشان تعتمد الميزانيه وما اعتمدتهاش، يبقى ده طرح ثقه، يعني نشوف المجلس ماله. على مجلس الاداره القائم دعوه الجمعيه العموميه بقى غير العاديه للانعقاد، لازم ان يعمل جمعيه عموميه غير عاديه خلال 60 يوم من تاريخ انعقاد الجمعيه الاولانيه للنظر في اسقاط مجلس الاداره. يبقى خلاص هو شال الحته اللي في النص بالزبط. اللي كان المهله اللي كان بيديها له الجهه الاداريه. أيوة. عشان يصحح الاعتراضات اللي على الميزانيه اصبح بشكل مباشر بيروح للجمعيه العموميه الغير عاديه. في حال صدور قرار الجمعيه العموميه غير العاديه بالاسقاط بموافقه ثلثي الاعضاء الحاضرين، يقوم المدير التنفيذي باداره شؤون النادي لمده 3 شهور وفتح باب الترشيح والعرض على الجمعيه العموميه العاديه لانتخاب مجلس اداره جديد قبل انقضاء تلك المده لاستكمال مده المجلس الاداره الذي تم اسقاطه. وفي حاله عدم صدور قرار الجمعيه العموميه غير العاديه باسقاط مجلس الاداره يعتبر ذلك بمثابه يعني الجمعيه العموميه غير العاديه اجتمعت عشان مطروح عليها ثقه المجلس، لو وافقت بالتلتين المجلس يمشي والمدير التنفيذي يدير النادي لمدة 3 شهور ويدعو لانتخابات جديدة. طيب الجمعية العمومية غير العادية عشان تناقش الثقة في مجلس الإدارة التلتين موافقوش على إسقاط المجلس، يبقى المجلس يكمل والميزانية اعتمدت، اعتبر رفض سحب الثقة. لا ده في ثقة. أيوه. رفض طرح سحب الثقة. لكن أنا فيدي أنا اعتماد الميزانية. الإجراء الأولاني كان أكثر تأمينا. أيوه. ليه؟ خاصة إن الـ 2001 في الجمعية العمومية غير عادية، ها؟ لو 1001 ها؟ يقدروا يودوك لجمعية غير عادية لإسقاط المجلس كده بالطريقة دي. أيوه. ده سهل جدا إنك تجيب 1001 مش عايزين المجلس مالهاش دعوة الميزانية هنا بقى، تبقى الميزانية هي التكئة اللي يوديك لحل المجلس أو طرح الثقة. بالظبط. فدي هتعمل لك مشاكل، أنا ما زلت عند رأيي إن يبقى في اجراء تاني. يبقى في اجراء تاني تصحيحي محاسبي قانوني. أيوه. يعني يتقال ان اسباب الاعتراض يعني مش كده احنا رافضين الميزانيه، لازم تسبب، لازم اسباب مذكوره ها ويتاح للمجلس معالجتها ويعاد العرض خلال شهر مثلا. يعني يبقى في وسيله، لكن كده المساله هتبقى جوه الانديه بالذات اللي الناس تقدر تعمل تكتلات فيها، كل يوم التاني واحد لم يمشله وبيسحب الثقه من المجلس برفض الميزانيه. طيب دي ماده خطيره جدا، الماده 36 طرح الثقه في مجلس اداره. انت ترى انه في النص لازم يبقى فيه بالاسباب، يعني الميزانيه لا ترفض الا اذا كانت مسببه بشكل تقني مش يعني اذا لم توافق الجمعيه العموميه العاديه على اعتماد الميزانيه والحساب الختامي يصبح مثلا مجلس الاداره لاسباب فنيه واضحه، لاسباب محاسبيه ما فنيه فنيه مدعومه بالمساندات يحق يصبح مجلس الاداره ملزما بالرد عليها خلال كذا خلال شهر. امام هل مراقب الحسابات ولا الجهه الاداريه؟ لا مراقب الحسابات ده بتاعك انت. بتقول له صلح، يقعد معاك يقول لك نصلح دي ازاي. ايوه واخد بالك، لكن هي الجهه الاداريه اللجنه الاولمبيه، يبقى ملزم امام اللجنه الاولمبيه بزاله اسباب عدم الاعتراض بس زي ما كانت موجوده بس. بدل الوزاره هيبقى اللجنه الاولمبيه عشان ما تعملش جمعيه عموميه جديده. اذا ما قدرتش تزيل الاسباب الفنيه المدعومه بالمستندات لا روح بقى لسحب الثقه. نكمل بقى. واذا لم يتمكن مجلس اداره من الرد القانوني دي هتبقى باب جهنم في الانديه. صحيح. مش في الانديه، في النادي الاهلي بيعترض دي لائحه النادي الاهلي. لا انا بتكلم ما هو لو اللي عجبت الناس بقى دي لا كله عنده لائحته دلوقتي يا سيدي ماشي في النادي الاهلي. أيوة. مش هضيع وقتي في دي. ايوه يعني في النادي الاهلي لكن هي في الأندية اللي شبيهة بالنادي الأهلي اللي عندها أعضاء كتير وتقدر تعمل من هذه الأعضاء تكتلات. خلينا واقعيين، يبقى اللي معاه تكتل يقدر يسحب الثقة لو خد الأغلبية في الجمعية العادية اللي عادة الناس ما بتروحهاش. يبقى المادة 36 طرح الثقة في مجلس الإدارة
شديدة الأهمية وعايزة بعد السطر الأولاني إذا لم توافق الجمعية العمومية العادية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يصبح مجلس الإدارة ملزما بعد تلقي اعتراضات الأعضاء مشفوعة بالمستندات على الملاحظات الفنية بالرد عليها أمام اللجنة الأولمبية وإزالة أسبابها. لا مش إزالة، بالرد عليها. بالرد عليها. وإلا اعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة. تكمل بقى. أصل إزالة أسبابها دي في المخالفات الإدارية. لكن المخالفات المالية لازم ترد. لازم ترد. إذا اللجنة الأولمبية لم تقتنع. يبقى روح بقى لسحب الثقة. ده المفترض اللجنة الأولمبية والجهاز المركزي للمحاسبات. الجهات المعنية. الجهات الرقابية. الجهات بقى المعنية. اللجنة الأولمبية وما تراه من جهات رقابية. يبقى اللجنة الأولمبية هي اللي ليها الحق تستعين ماشي. بأي ماشي. جهة. كده صح. كده صح. ده تعديل أنا أراه. طيب. الجمعية العمومية غير العادية. مجلس الإدارة. دي مسألة مهمة جدا. يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الأغلبية 10,000 ليهم حق أو فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول المهم في الانعقاد الثاني 5,000 فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يعتبر جدول الأعمال. هو ليه 5,000 هنا؟ أنا فهمت بقى دلوقتي. لأن في العادية هم 2,000. أيوة. اللي هي ما فيهاش مشاكل ما فيهاش بتاع، فاللي فيها مشاكل ها؟ ايوه اضعت بقى، بلاش 5 خليها 4 او 3 يعني 4. انت متخوف انها ما تكتملش فيروح الحق للمجلس مباشره. انا عندي بعد كده من اختصاصات الجمعيه العموميه غير العاديه الموافقه على اجراء اي تعديلات على النظام الاساسي من هذه اللائحه وذلك بموافقه ثلثي اعضاء الجمعيه العموميه الحاضرين، ودي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت وقلنا الجمعيه العموميه المفروض تكون هي لوحدها فقط المختصه والمعنيه باي تعديل على لائحه النظام الاساسي. ما ينفعش يعطى هذا الحق لمجلس الاداره لو الجمعيه ما اكتملتش، والا هيبقى كل مجلس هيجي بعد كده اللي هو عايز يعدله في اللائحه هيعدله. برضو من تحت باب انه الجمعيه لم تكتمل. تشكيل مجلس الإدارة وشروط الترشيح دي مسائل مهمة جدا أثارت اهتمام ناس كتيرة يا باشمهندس. دي من أهم الحاجات بقى. لأول مرة رئيس النادي الأهلي يتحدد له سن لا تقل سنه. بس هو رجع هنا تاني قال 51% هو في الشراكة في فوق. بص في البند 6 الموافقة للشركات المساهمة الاستثمارية التي تمتلك النادي فيها 51% على الأقل، يبقى شال 66، يبقى الثانية كانت غلطة مطبعية لأنه كرر هنا 51% أهو. اللي احنا طالبنا بتعديلها. أيوه. أنت واخد بالك؟ أيوه. هو كانت منقولة خطأ زي كلمة لا يهدف للربح. يبقى كده صح، أنا موافق. مجلس الإدارة هو الهيئة الإدارية الحاكمة للنادي. ويعمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية لمختلف أنشطة النادي والإشراف على تنفيذه. التشكيل والمناصب ودي نقطة مهمة جدا. يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين. دي برضو النقطة المهمة جدا. أعضاء مجلس الإدارة يا باشمهندس، مجلس الإدارة كاملا اللائحة بتقول لك 9. الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق، 6 أعضاء منهم 2 تحت السن، تحت سن 30 سنة. ويكملوا 30 يوم غلق باب الترشيح. ثم يضاف 2 بالتعيين من بينهما امرأة. يعينان بقرار من مجلس إدارة خلال أسبوعين من نتيجة الانتخابات. هنا يعني قبل ما انتقل لجزئية يضاف 2 بينهم امرأة؟ طب وفي عندك 3 ستات في المجلس. هو بص يعني كان ممكن نقول يضاف عضوين من بينهما امرأة زي ما هو بيقول ما لم تسفر الانتخاب عن اختيار امرأة. افرض واحدة نجحت وده الهدف ايه؟ اللائحة قالت في الأهداف الأساسية ليها إن النادي الأهلي بيرفض أو اللائحة بترفض أي تمييز على الجنس أو الدين. تعرف مجرد ما تذكر
ان لازم كده ده تمييز. ده تمييز. يعني بتقول لازم شاب ده تمييز. بالظبط. امرأة ده تمييز. ده تمييز. فعشان كده النص على ان يكون من بينهما امرأة ده تمييز. واللائحة قالت في البداية انه لا تسعى او ابدا ترفض اي معايير للتفرقة بين اعضاء النادي. في الحالة دي لو انت قلت كده هتيجي تعين اتنين، طب انت ما لقيتش امرأة فيها مواصفات هتعين اي حد. لا هي خلينا نتكلم في الاول. لما تقول لازم امراه، لكن انت لو لقيت امراه فيها المواصفات عينها. طب خلينا نتكلم في الاول. اللجنه الاولمبيه حسب ما قريت قالت لك دي سلطه، مش سلطه المجلس انه يعين، المجلس منتخب هو لوحده. لا يقوم مقام الجمعيه العموميه انه يعين ناس في المجلس. ما بيطلب الجمعيه العموميه هذا الحق دلوقتي. لا هو اللي بيعينهم هو المجلس. يا حبيبي كويس. بيطلب الجمعية الدينية هذا الحق، خلاص ما يقدر يعين. يا أستاذ إبراهيم دي لا أنا من زمان من أيام ما كان حق الوزير أن يعين كان الخلاف بين الأهل وبين الوزارة، لا ده من حقنا إحنا اللي نقول إحنا عايزين مين. أنت ما تفرضش عليا ناس. كويس. أنا محتاج ولا مش محتاج؟ كويس. إذا محتاج يبقى بحد أقصى اثنين. إذا لاستكمال خبرات غير متواجدة بالمجلس، يعني ما تروحش تجيب لي خبرات مكررة. رجل أعمال وفي رجل أعمال، في محاسب. ما تجيبليش مهندس وفي مهندس، محاسب ومحاسب. هتيجي تقول لي بقى مهندس ميكانيكا ولا مهندس معماري؟ سيارات. ما يعني مش فهي الفكرة كلها حط اتنين من. وأنا رأيي إن ده مش وحش. بعض الناس هتستغله عشان تبقى تعمل لنفسها أغلبيات جوه المجلس، بس اصلا هو لو ما عندوش الاغلبيه جوه المجلس هيختار الناس دي ازاي؟ على ان يكون بموافقه المجلس بالاجماع. لا هيقيد. يقيد المجلس بقى. اذا في خلاف يقيد المجلس، فاهم؟ القيد اللي تحطه على المجلس ان ما يعملش حاجه لصالح حد. يعني افرض ان انا الرئيس ومعايا اربعه والخمسه التانيين مش موافقين على الاثنين دول، لان هيعملوا لي اغلبيه ودي شفناها وهنشوفها. يبقى لازم الراي بالاجماع من اول جلسه قبل ما يحصل خلاف. طب بقول لك ايه؟ يعني هو هنا الهدف ايه؟ الهدف ان انا اجيب ناس استكمال خبرات محتاجها. استكمال خبرات. طب ما زود العدد. طب مهما زودت العدد ممكن ما يجيلكش الخبرات اللي انت عايزها. ما هو انت عندك ست اعضاء. سيبنا من الرئيس. افرض هتعمل 8 اعضاء. ايوه هتعمل 8 اعضاء بالظبط. ما جابلكش الخبرات اللي انت عايزها. هي يعني انت بتختار لستتك، مش انت اللي بتختار. ايوه انت كمرشح. وانت مين قال لك انك هتنجح باللسته باستمرار؟ انت ما تبصش لظروف النهارده، احنا بنتكلم على نادي جاي. احنا بنتكلم على ناس مش عارفين هم مين هيعملوا ايه. بالظبط بالظبط. فاحنا ما بنتكلم. بالعكس ده مفيش في ذهننا حد. ده دايما روح لصالح النادي. ايه انا ما فيش في ذهني حد. ايوه ان عنده سيطره يقدر ينجح لسته والتاني عنده اغلبيه اربعه وحاسس المجلس. لا عايز عين اتنين ما تقولش بينهم امرأة. ها وفي نفس الوقت هو قال لك بقرار من مجلس الإدارة. عايز تقول لي بالإجماع؟ بالإجماع ما لم يجمع عليه أو بأغلبية الثلثين على الأقل، عشان ما يبقوش جايين يقلبوا ميزان القوة. يبقوا ميزان القوة أصلا محكم. فاهم؟ الجمعيه العموميه جابت مجلس له ثقل بميزان قوه معين. ما اروحش انا معين اتنين اغير لي ميزان القوه في المجلس. انا وجهه نظري ما فيش مشكله، بس بص لقدام بالتعيين ما تفتح فيش الباب. والله ابدا طول عمرها ماشي يعني كده. ادي الحق الكامل للجمعيه يا سيدي. ما انت جبت هنا. هو انت مثلا المستشار محمود فهمي ده ما احنا اللي مختارين. ايوه لو دخلت انتخابات هينجح. بصرف نظر. انت اللي مختاره. والكابتن صالح لما جه الوزير يفرض عليه حد رفض وقال له لا خلاص انا هاخد الاثنين دول بس. صحيح. ها مش هاخد التاني. صحيح. اذا مجلس الاداره هو اللي عايز، هو اللي عارف وعايز يشتغل. ايوه كان المجلس بيرشح والوزير بيقرر. والترشيح ده كمان كان بيعترض الوزير طرف ممكن من غير. طب لو اللجنه الاولمبيه اعترضت انا قالت لك اللائحه ممكن ترجع. لا ما تعترضش، ده الجمعيه العموميه خلاص ما لهاش دعوه. ما لم يخالف القانون. اذا أيوة. كان القانون بيقول مش من حق المجالس تعين يبقى مش من حقها تعين. طيب. القانون بيقول ايه؟ بس سيبها للقانون. بس انا عايز اضيف عليها على ان يكون اختيار المعينين بقرار من مجلس الاداره بثلثي الاعضاء على الاقل.
طيب رئيس النادي سنه 40 سنة، لا يقل عن 40 سنة. ماشي. البعض اعترض وقال لك كده بيحرم الشباب من رئاسة النادي. هو 40 سنة يا جماعة. 40 ل60 شباب يا اخوانا. لا وبعدين في نقطة. لا الشباب تصير الشباب العلمي دلوقتي بقى كده. لا هو حتى لحد 55 سنة أنت شاب. حتى عمليا لما يكون عضو الشباب تحت السن 30 سنة. تحدد ب 30 سنة. ما يبقى منطقي ان رئيس النادي عنده 40 سنه. لا لا دي ماشيه 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 ومش كل واحد هيعترض هنقول له واحنا مش اصحاب قرار لكن انا معاه. بنقول وجهه النظر ايه؟ طيب شروط الترشيح مين ينفع يبقى رئيس للنادي الاهلي في اللائحه دي؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في هذه المناقشه اثراء للحوار المجتمعي حول لائحه النادي الاهلي، لائحه النظام الاساسي، دستور الاهلي. باشمهندس كنا نتحدث قبل الفاصل في جزئيه شروط الترشيح لرئاسه النادي الاهلي. مين يصح ان يكون رئيسا للنادي الاهلي وايه شروطه؟ يجب الا يقل سنه عن 40 سنه يوم غلق باب الترشيح. منطقي ماشي. ان يكون حاصلا على مؤهل عال جامعي او ما يعادله. ماشي. مضت على عضويته العامله في النادي مده لا تقل عن 5 سنوات يوم اغلق باب الترشيح. سليم جدا. وذلك فضلا عن توافر باقي الشروط الاخرى المشترطه لعضويه المجلس حسن السير والسمعه و و و. يجب الا يكون المرشح لمنصب رئيس النادي قد سبق انتخابه في منصب رئيس مجلس اداره النادي لدورتين متتاليتين أو 8 سنوات متصلة ما لم تمضي على ذلك دورة تانية لمجلس الإدارة. ما دورتين متتاليتين هي 8 سنوات متصلة. أو يعني على أساس إن الدورة ممكن ما تكملش، يعني هو بيبص لها ممكن صح دورتين. صح, صح, صح. هنا بقى النقطة الجوهرية. رئيس النادي فيها أنا شايف إنه ماشي. رئيس النادي فقط من ينطبق عليه بند 8 سنين. لسه ما جيناش، أما نيجي للباقي نناقش. خدع في حاجه هنا في الحته دي اتقال؟ لا خش بقى في الحته اللي هتعترض عليه بتاعت اعضاء المجلس. بالنسبه لباقي المرشحين لعضويه المجلس يجب ان يكون المرشح مصري الجنسيه متمتعا بحقوقه المدنيه. ما اتقالتش في الرئيس دي. ان يكون حاصلا. استناني بس. ما اتقالتش في الرئيس. ما هو اتقال لك ايه في الرئيس؟ ما لم تتوافق باقي الشروط المشترطه لعضويه المجلس. يعني ينطبق صح عليه. صح 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 صح. المجمل. أن يكون حصلا على مؤهل عالي، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما دي مهمة. عارف ما يعادله دي مهمة إزاي؟ ممكن ياخد شهادة من بره. لا من شهادة من بره. طيار. طيار كابتن طيار. يبقى وزير طيران. تيجي تقول له اديني الشهادة المؤهل العالي البكالوريوس بتاعك اللي من هنا. ماشي. أن يكون حسن السمعة أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح. بس أنا بس تمشيت في حتة أنا مش موافق عليها. إيه بقى؟ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية وأعفي منها. أنا عايز أستبدلها بتاع أن زي ما بقول يقدم فيش تشبيه أن يقدم ما يثبت موقفه التجنيدي. طب ما تكمل. أو لم يكن مطلوبا لأداء الخدمة العسكرية. كل ده مين اللي هيقول لك؟ هو هيجيب شهادة الجيش. بل ما هو أنت بقى ما يبقى ما أصل كان بيقول لك اللي ما يأديش المتهرم الخدمة العسكرية ما ترشحش. لا أعفي منها مش متهرم. ماليش دعوة أنا ماليش دعوة. هو أنت مش هتقدر تاخد من الجيش يا إبراهيم ورقة غلط طالما أنا جبت موافقة متصدع عليها. يبقى أنت اللي معايا إعفاء نهائي خلاص. يبقى دي ممكن يكون من في مستندات الترشيح بعد كده. المطلوب يقدمه كمستند للترشيح ويكون سدد الاشتراكات طبعا ويكون له مقر في القاهره الكبرى الواقع في دائرتها مقر النادي. دي كلها اشتراطات العضو. الا يكون قد سبق فصله او ايقافه او اسقاط عضويته من عضويه احدى الهيئات او المنظمات الرياضيه او الشبابيه المصريه او الاقليميه او القاريه او الدوليه لاسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات. الا يكون ضمن مجلس اداره النادي الذي سبق للجمعيه العموميه غير العاديه ان اسقطت عضويته.
دي بقى نقطة برضو مهمة. لا مش صح. انت عضو في مجلس إدارة، الجمعية سحبت الثقة من هذا المجلس. لا لا لا، هي سحبتها الظروف. وانت فيه الظروف احنا حصل مشاكل بيننا وبين بعض. ودي ما حصل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ابقى راجل انا 10 على 10 في مجلس مش عارف اعمل فيه حاجة، والجمعية سحبت الثقة، خاطر مجلس انا ما اعرفش اترشح تاني. لا 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 لا، لا ده بند مش لا. ألا يكون قد سبق، ألا يكون ضمن مجلس إدارة للنادي سبق للجمعية العمومية غير العادية أن أسقطت عضويته. أنت ترى أن فين دي بس؟ أنا صفحة 32 المادة، أنا عارف البند العاشر فوق، البند العاشر. لا لا طبعا أنا ضد هذا البند تماما. أصل ده هو مجلس أنت مش بتسقطه لأسباب سلوكية ولا أخلاقية. اتخانقوا مع بعض مش منسجمين. سوء نتائج يا سيدي زي ما حصل مع الكابتن عبد الصالح الوحش، او الميزانيه. ما هو لا، ما فيش اسباب تخل بالشرف انك تحرمني من هذا الحق. لا لا لا، انا ضده تماما ده. تماما. يبقى البند العاشر في شروط عضويه مجلس اداره، الا يكون قد سبق فصله من عمله لاسباب مخله بالشرف ما لم يمضي على ذلك 5 سنوات من تاريخ الفصل. انا هنا برضو واحد اتفصل من شغله في قضية مخلة بالشرف. لا ما في ايش في 5 سنين دي؟ انت ليه 5 سنين؟ الله، يعني 5 سنين اتغسلت السمعة يعني ولا ايه؟ لا هي المفترض خلاص. لا لا، مخلة بالشرف انت بس. يعني هدي بقى، شوف انت بقى، انت جاي لأسقطته جمعية العمومية ما قدرش ينزل. الا يكون قد سبق فصله من عمله لأسباب مخلة بالشرف ما لم يمض، ده تتشال خلاص. هو ما يستحقش يعني يكون عضو في مجلس. شوف التناقض هنا يا ابراهيم. جاي للجمعية العمومية سحبت الثقة من مجلسه اللي ممكن يكون له اسباب فنية، وهو مش بشكل فردي، ده بشكل جماعي وعلى رأيك فنية. وعادة بيبقى ليه علاقة بالكورة. بالظبط. يعني هو مجلس الكابتن الوحش المزاج مع المزاج بعض الناس اللي جات عشان كانت الكورة منهارة. لو كورة كويسة ولا كان حد جه؟ واخد بالك؟ وسايب بتاعة المخلة بالشرف. لا لا، ما فيش مخلة بالشرف. يعني ايه؟ يعني بعد 5 سنين خلاص سمعته اتغسل. لا 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 لا. وألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة، دي منطقية. منطقي. مستندات الترشح دي اللي أنت كنت عايزها أهي. بس خلاص لقيتها، شهادة إنهاء الخدمة العسكرية ما يعفى منها. بالظبط. لأن المجلس قال لك اللي يتهرب من البتاع هتثبته إنه يتهرب إزاي؟ قال لك ما هو ممكن يتهرب يروح يعمل مصالحة. ها؟ بص يا إبراهيم، مع الجيش، مع التجنيد. ايوه، هو احنا هنتزيد على المؤسسه العسكريه اذا كانت هي عملت مصالحه ووافقت. ايوه، اقتنعت بظروفه. هنا في غلطه. هنا في غلطه يجب تداركها. الورق اللي هيسلمه العضو للترشح، ماشي، مستندات الترشيح. رقم 4، اصل المؤهل العالي او المتوسط بحسب الاحوال. لا مفيش متوسط. اذا كنت انت اصلا او ما يعادل هو كده غلطه. بص أنا أقول لك المشكلة حصلت إيه؟ اللائحة اللي فاتت اللي تم التصويت عليها نقلوا منها الحاجات إلا اللي أعطى في كسل في المراجعة. يبقى أصل المؤهل العالي أو ما يعادل. أنت دي من شروط البتاع. ده أنت حاططها من شروط الترشيح يا راجل. يعني إنه يكون مؤهل عالي. مفيش حاجة اسمها مؤهل متوسط. دي تتشال. دي كانت موجودة في القديم. صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة كاملة من كذا. إبراهيم طيب. بس والنبي سجل الحاجات دي عشان نجمعها ونديها. تمام. دخلنا بقى في التنازل. في التنازل عن طلب الترشح. خلاص، ما هي مش مشكلة. الباقي كله ماشي. ماشي. عندك بقى اجتماعات أو سلطات مجلس الإدارة. ضمن سلطات مجلس الإدارة تعيين المدير التنفيذي وباقي العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم ومكافئاتهم. انا شايف هنا المجلس حل محل الجمعيه العموميه في تحديد مكافاه المدير التنفيذي. بصراحه ما كلاش معنى انك تعرض مرتب على الجمعيه. ايه ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ وازاي انت تناقش مرتب واحد في العلن وانا سؤال مش وافقين وموافقين لا يليق. انت النهارده مجلس الاداره انت مديله مسؤوليه الاداره وبتحاسبه ماليه ومحدد عمله. محدد عمل ومسؤوليته. بالظبط. لا انا مع دي طبعا. الماده 22 او البند 22 في هذه السلطات لمجلس الاداره، اقتراح اهداء لقب الرئيس الفخري
لشخص او اكثر من الشخصيات التي قدمت كم؟ 22 التي قدمت خدمات استثمارية. ده في 34 بقى 22 عندك سلطات مجلس الإدارة وبشر اختصاصات الآتية. خلاص في الآخر اقتراح انه مجلس الإدارة هو منح الرئاسة الشرفية حق للمجلس الإدارة انه يقدم للجمعية العمومية انه الشخص فلان الفلاني قدم خدمات جليلة او خدمات استثنائية. يبقى مجلس الإدارة بيرشح ولكن الجمعية بتوافق. الجمعية بتعتمد بالظبط خدمات استثنائية للدولة او للنادي الأهلي. لا ايش بالدولة واحنا قلنا للدولة نقول للوطن. الوطن. يعني اوقع قدم لأن خدمات الدوله كان انت بتروح سلطه يعني متغيره بالظبط الوطن هو اللي باقي يا رب دايما ان يكون قد قدم خدمات استثنائيه للوطن بدل للدوله او للنادي الاهلي ولا يعتمد هذا الترشيح الا بموافقه الجمعيه العموميه. خلاص انا رشحته الراجل بتاع ده كلام سليم جدا تمام. خلاص بقى الاجتماعات دي اظن دي حاجات هتبقى كلها تقليديه. 52 عدم خلو مجلس محاضر المجالس. طيب انا عندي في الفصل الثالث الاعمال المحظوره على مجلس الاداره. لا استنى قبليها. انت دلوقتي محاضر المجالس بيتم بيها ايه؟ اذا خلى مكان خلو مجلس ماشيه بيه. اذا خلى مكان او اكثر بمجلس الاداره في غير حاله اسقاط العضويه يتم شغل المكان الخالي بالانتخاب في اول جمعيه عموميه عاديه. يبقى ما بتصعدش قوي. بص بقى دي مهمه الناس تفهم. كان الاول بتصعد التالي في الترتيب بالظبط. لا انت بتعمل انتخابات على المركز في اقرب جمعيه وانا مع دي وذلك للمده الباقيه للمجلس ولا يجوز لاي من اعضاء مجلس الاداره الترشح لمنصب الرئيس ويجوز طيب عدم كفايه اعضاء المجلس. يعني افرض لا قدر الله يعني خلي مركز من الرئيس الرئيس نائب الرئيس الوحيد. يستقيل ويترشح او عليه. الامين يستقيل ويترشح نائب وهكذا كده. طيب عدم كفايه عدد اعضاء المجلس اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الاداره لا يكفي لانعقاده صحيحا يعتبر المجلس مستقيلا ويتولى المدير التنفيذي اداره شؤون النادي مستقيلا. دي هنا دي نقطه في منتهى الاهميه. نص عدد اعضاء المجلس قدم استقالة. ما هو عندنا النموذج حصل. فانت اديت للجهة الإدارية فرصة ان هي تقعد هي اللي تاخد لك القرارات. طب جيب ده طب اعمل ده طب نعين دول طب نسيب دول. لا يبقى يعتبر مستقيل وتعادل الانتخابات. بالظبط. بس خلاص. يبقى النص اللي قاعد لا يكفي. على فكرة قررت مرتين في مجلس الكابتن عبد الصالح الوحش استقال 8. فهي اضطريت تعمل سحب ثقة. لا مستقيل وعيد الانتخابات. إذا يعني أنت عندك 9 اللي استقالوا 5 فاللي باقيين 4 لا يصح الانعقاد بيهم أقل من النص. اللي قعدوا أقل من النص يبقى المجلس يعتبر مستقيل. ماشي أنا معاك. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل بأي هيئة أو جهة تتولى بحكم القانون الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بهيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويعتبر العضو مستقيلا تلقائيا من مجلس الإدارة بمجرد توافر حالة من حالات الجمع. عضو مجلس إدارة راح اتعين في الجهاز المركزي للمحاسبات بعد ما انتخب. ماشي. قال لك لا يبقى كده مستقيل. الكلام ده كلام جميل. أنا ضد ازدواجية المسؤولية في أي هيئة. لا تقول لي إعلامي يبقى في اتحاد ولا تقول لي عضو مجلس إدارة يبقى في اتحاد ولا نادي وكلام ده. لو فصلنا بهذه الحدود في كل شغلنا في الرياضه هنجري. طيب هنا في حاجات اللي هي محظوره على عضو مجلس الاداره. لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشتراك مع ناديهم او اي ناد اخر في المباريات الرسميه او الوديه في الالعاب الفرديه او الجماعيه او التحكيم في تلك المباريات. طب انا شايف دي طبعا طبعا يعني كابتن خطيب ما يعرفش يروح يلعب ماتش ودي؟ لا وديه لا ما هي لا ده نص اهو. ما ايه؟ ده نص ما ده اللي انا بقوله لك. يعني استنى بس فين ده؟ فين؟ عضو مجلس اداره او رئيس نادي رياضي. عندك صفحه 36 في الجزء اللي فوق. اللي فوق. لا يجوز الجمع بين عضو مجلس اداره عضو مجلس ماشي او مركز شباب او اتحاد رياضي او فروع او او اتحاد نوع كما لا يجوز او لجنه الاولمبيه العمل باي وظيفه ماشي. باجر او بدون اجر ماشي.
ويعتبر العضو مستقيلا تقييم المجلس، ولا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشتراك مع ناديهم او اي ناد اخر في المباراه الرسميه او الوديه. لا، شيل الوديه دي. مش كده؟ طبعا الوديه دي راح. لا يعني عضو مجلس اداره زي كابتن الخطيب رئيس نادي ما يلعبش ماتش ودي مع الاهلي او مع اي فرقه، او مهند مجدي بطل كاراتيه ما يقدرش يروح يلعب ماتش ودي كاراتيه. لا، عايز يتكرم ويروح قالوا له طب اعمل ماتش اعتزال يعني اي ماتش ودي يعني ما هو الفكره كلمه لفظ ودي. بص، هو عايز يدي برستيج لعضو مجلس الاداره. ماشي، لكن انا بقول دي مش صح. هلا طب المدرسه الدورات الرمضانيه ما لعبش بقى رياضه؟ ما لعبش رياضه هي معناها كده؟ لا وبعدين في حاجه. طب هي مطلوب يعني حط قدام علامه استفهام مطلوب. والله انا حاطط علامه استفهام فعلا. بس خلاص اجري. لانه خد بالك حاجه، هو مباراه رسميه مش هينفع لانه مش هيتسجل كلاعب. خلاص. طب عايز ايه تاني؟ اجري. الاقارب يحظر التعاقد بالذات او بالوساطه. تقدم مرتبات مفيش. ممنوع. وتعيين اقارب لا يجوز لمجلس الاداره ابرام عقود تجاوز مدتها. مده مجلس الاداره يعني المجلس مدته 4 سنين، ما يعملش عقد 5 سنين الا بموافقه الجمعيه العموميه للنادي. ولا يجوز للمجلس خلال الاشهر السته الاخيره من مدته ابرام عقود تجاوز المده المتبقيه للمجلس الا بموافقه الجهه الاداريه المختصه. كلام سليم. انت دلوقتي عايز تعمل تعاقدات لاعبين للسنين الجايه، واخد بالك؟ فانت بتعمل موافقه الجهه الاداريه قبل 6 اشهر، مش هتلحق تعمل جمعيه عموميه. طيب بتديك الموافقه بتعمل بتتعاقد. واخد بالك؟ لما تيجي تتعاقد انت عايز تتعاقد على 4 سنين، اعتمد من الجمعيه العموميه اللي بعديها. لا، ابرام العقود لا. ابرام العقود انا مساله ان هو مده تتجاوز المجلس باكثر من عام. يعني ممكن تعمل عقد. انا دلوقتي عندي بعمل عمليه انشائيه يا استاذ ابراهيم في الصيانه مهمه جدا، هدخل مقاول. اعمله عقد لمده سنه يخلص شغله على ما يجي مجلس جديد يتابع معاه ويغيره. ايوه، لكن ما اقدرش اعينه ازاي يعني كده. ماشي. لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره تقاضي اي مرتب او مكافاه او بدل انتقام من اي نوع من الاعمال المعهوده اليهم. ويجب على اعضاء مجلس الاداره تسليم الدروع والميداليات التذكاريه واي هدايا ذات قيمه ماليه تمنح اليهم استنادا الى عضويتهم الى اداره النادي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تسلمهم لها، وتعتبر من الاموال المملوكه للنادي. اي هديه تجيلك وانت عضو مجلس اداره بصفتك دي اموال مملوكه للنادي. ابرام تاني عايز اقراها دي فين؟ الماده 55. لا يجوز لاعضاء طبعا، ولا يجوز لاعضاء مجلس اداره تسلم الدروع والميداليات او هدايا ذات قيمه ماليه تمنح اليهم استنادا الى عضويتهم في اداره النادي خلال اسبوع من تسلمهم لا تعتبر من الاموال المملوكه للنادي. ماشي تمام. طيب ابرام عقود قلناها، تعاقد المجلس لتوريد انجاز اهو، اقرا دي بقى. يحظر التعامل بذات او بالواسطه الشراء او ايجار او مع بين الرئيس واعضاء مجلس اداره العاملين بالنادي او اقاربه واسرهم حتى الدرجه الرابعه. يا سليم. طيب الماده او البند اللي تحتيها هو اللي عايز برضه. يحظر تعيين اقارب رئيس او اعضاء مجلس الاداره حتى الدرجة الرابعة نسبا أو مصاهرة كمدير تنفيذي أو خبير أو مستشار أو مدير مالي أو في الأجهزة الفنية المشرفة على النشاط بالنادي، وذلك نظير مكافأة أو أجر أو أي مقابل آخر. أنا شايف أن ده تخصيص مخل يا باشمهندس. يعني أنت حددت ما ينفعش تجيب مدير تنفيذي، طب ما هو ممكن تجيب مدير أمن أو مساعد مدير تنفيذي. مدام ممكن تقول الا بال ايوه لا كله بقى ما تحددش الا بموافقه الجمعيه العموميه. لا هو انت تعرف الناس من كفاءتها ليه؟ استنى بس. حد قريب هو يقصد يا سيدي قريب هو كابتن صالح مش قريب الكابتن طارق
كابتن طارق من نفسه ما رضاش يتقاضى، لكن مصلحه النادي ان الناس دي كانت تبقى موجوده في النادي ولا ما كانتش مصلحتهم؟ طبعا ما هو بيقول لك وذلك نظير مكافاه او اجر او اي مقابل اخر. افرض ان هو متطوع لا. متطوع اللي جاي هيبقى كله محترف. انا ما احرمش، ما تحرمنيش عشان اخويا بقى رئيس النادي ان انا يبقى عندي اي فرص في النادي ده ان انا اشتغل فيه. لكن الاوقع الا بالعرض، الا بالعرض على مجلس الاداره الجمعيه العموميه الاوقع الرفض يا باشمهندس. يعني اصل انت وسعت قوي في دائره الرفض. ماشي يعني بص يعني انا معترض على ايه؟ انت حددت الوظائف المحظوره يعني كمدير تنفيذي او خبير او مستشار، قلت لك فيه وظائف في النادي معلش ما تنصش عليها. يبقى التعيين في كل الوظائف داخل النادي اقارب من الدرجه الاولى بس ده الدرجه الرابعه اللي هي ايه؟ انا مش عارفها الدرجه الرابعه اللي هي ايه. مسؤوليه اعضاء مجلس اداره مسؤوليه ايه الدرجه الرابعه؟ لان هي مربط الفرس هنا. دي بند عايز مناقشه تاني. وعايزه تتشال التوصيفات بقى كمدير تنفيذي او خبير او مستشار، لانه زي ما بقول لك انت بتحظر على المدير التنفيذي. طب ممكن اجيبه يبقى مساعد المدير التنفيذي. ما هو قال لك اهو، او الاجهزه الفنيه المشرفه على النشاط بالنادي. الاجهزه الفنيه المشرف. لكن مدير الامن، مساعد مدير التنفيذي، مدير مقر، يعني ده فني، ده عمل فني على فكره. انا رايي بلاش التخصيص بتاع مدير تنفيذي او يعني انت عايز تعمم مش عايز توصف. ما خصصش. ماشي. المكتب التنفيذي للنادي تشكيله رئيس المكتب التنفيذي هو نائب رئيس النادي وامين الصندوق عضو، وثلاثه اعضاء مجلس الاداره، اثنين فوق السن وواحد تحت السن. هنا في تشكيل المجلس في نقطه غايبه، تشكيل المكتب التنفيذي. الثلاث اعضاء في مجلس الاداره، اثنين فوق السن وواحد تحت، اختيارهم على اي اساس؟ كان دايما في مدرستين، يا الاكبر سنا يا الاكثر اصواتا. لا ما انت ما تحطلهاش قواعد. البند ده ما خدش دي ولا دي. لا ما تحطلهاش قواعد. يعني ايه الاكثر اصواتا؟ يعني ايه ابقى رئيس مكتب تنفيذ عشان مش رئيس فوق. مكتب عضو مكتب تنفيذ ولا ما هو الرئيس هو نائب الرئيس. يا عم هم بيختاروا من المجلس طول عمرهم بالانتخاب. ايه ماشي يلا. طيب بص يا ريس، تعالى لي عندك بعد الفصل الخامس، اختصاصات رئيس مجلس الاداره ونائب الرئيس وامين الصندوق. اختصاصات رئيس النادي: تمثيل النادي امام القضاء وامام الغير او رئاسه اجتماعات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره، ويكون له رئاسه اجتماعات اللجان الرئيسيه. تمثيل النادي امام القضاء وامام الغير، ويكون اللي هو رئيس النادي هو المتحدث الرسمي باسم النادي أمام جميع وسائل الإعلام ما لم يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه أو المدير التنفيذي للنادي للقيام بهذه المهمة. دي نقطة برضو عايزة تعديل. لا ليه؟ أنت هتقول لي أمال الأستاذ شريف فؤاد إيه؟ ده متحدث رسمي. أيوه. عن قرارات المجلس. لا لكن اللي عن النادي فرق يا أستاذ إبراهيم في النقطتين دول مهمين جدا، لأن أنا اتناقشت فيهم حتى لما كان المهندس محمود طارق عليا هذا الأمر. قال لي انت دلوقتي عايز عامل مشروع كبير في النادي، واخد بالك، وعايز له متحدث رسمي، غير ان انا اجتمعت في مجلس الاداره وعايز اعلن قرارات مجلس الاداره. فاهمني؟ الحاله الاولى انت عايز حد متخصص زي مشروع العائله كده، قوم يا باشمهندس راجل قول لنا الاستاد اللي احنا مش عارف ايه، قوم يا استاذ جاري كده. فانت بتجيب المختص من مجلس الاداره يشرح اعمال واستراتيجيات وسياسات، لكن في القرارات التنفيذيه والاعلان والتعامل مع وسائل الاعلام التقليديه انت بيبقى لك متحدث رسمي بتبلغه انه يعلن على الناس. فانا مش حتى انت وفرد حتى افرد ان هو القرار ده لا ينطبق على الوضع الحالي، احنا مش بنجيب يعني نظام اساسي لحاله معينه، لا يقنن الوضع الحالي. لا لا هو انا ماشي، انا موافق. انا اقول ويكون هو المتحدث الرسمي باسم المجلس مش النادي، يعني عشان لو انت حطيت متحدث رسمي للنادي
موظف ماشي، انما أيوة. رئيس النادي أيوة هو طبعا. المتحدث الرسمي باسم المجلس، المجلس مش أيوة. النادي، هي اللائحه بتقول النادي، هي المفترض تبقى المجلس. يا سيدي النادي سيبها سيبها، مش 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 فارقه قوي، مش فارقه. طيب انا بسيب لك كتير، خد بالك. انا مش بتسيب لنا، انت بتسيب للناس. طيب يجوز لجميع اعضاء مجلس الاداره طلب اي معلومات اضافيه في حاله تقديم ضروره كذا، دي مساله طبيعيه جدا. انتهاء وزوال واسقاط وايقاف العضويه عن اعضاء مجلس الاداره. ايه دي فين عندك؟ في 39. ايوه قول لي انك قلبت الفصل الصفحة. السادس. ها. انتهاء وزوال واسقاط عضويه أيوة. مجلس الاداره. ها. امتى تزول العضويه عن اعضاء مجلس طبعا الاداره؟ طبعا وفاه. اذا تخلف، بص بقى، اذا تخلف بغير عذر قهري عن اجتماعات مجلس الاداره او اجتماعات المكتب التنفيذي 3 جلسات متتاليه، او تخلف عن الحضور 6 جلسات متفرقه خلال العام الواحد من مده مجلس الاداره. هنا النص ده مشتبك، وهقول لك مشتبك في ايه. عضو مجلس الاداره اللي يغيب 3 جلسات متتاليه، قال لك عن اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات المكتب التنفيذي، هحسبها إزاي؟ يعني إيه؟ غاب 3 جلسات عن مجلس يا سيدي أنت بتثبت حضورك في المكتب يا إبراهيم. كويس كويس. هو غاب 3 جلسات عن المكتب التنفيذي أو غاب 2 جلسات عن المكتب التنفيذي وواحدة عن مجلس الإدارة، تحسبهم له؟ ما هو قال لك أهو. لا ما قالش. أنا عشان ما كده ما تستنى يا إبراهيم، بس اقرا بقية السطر، أنت ما بتقراش للآخر. اتفضل اقرا. أو تخلف على حضور 6 جلسات متفرقة خلال عام من مدة المجلس، ها؟ أيوه. وفي تطبيق أحكام هذا البند تعتبر الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمناسبة اجتماع واحد. بمناسبة اجتماع واحد. يعني أنت ما تجيليش بقى واحد مسافر أسبوع تعمل لي 3 اجتماعات مكتب تنفيذي أو 3 اجتماعات مجلس إدارة عشان تخلص منه. هنا إدخال المكتب التنفيذي في الحسبة غلط. إدخال المكتب التنفيذي كاجتماعات في عدد الجلسات غلط. لأنه مبدئيا مش كل أعضاء المجلس. ما أنت بتقول خلال شهر يا إبراهيم جلسة. ماشي ماشي. هو المكتب التنفيذي، اصبر بس عليا. ما افرض واحد اتقمص في المكتب التنفيذي، ها؟ ومش هيدر لهم جلسات. خلاص؟ تمام. حصل خناقة بينه برئيس المكتب. أو بينه وبين زميله. تمام. مش جاي جلسات مجلس الإدارة. المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي. الله، ما تستقيل من المكتب التنفيذي عشان نعين حد غيرك. لكن طيب اللي أنا أقصده، كمل كمل. فأنت دلوقتي المكتب التنفيذي قال لك الشهر تعتبر جلسة. تمام. يعني عملت لي 6 اجتماعات زي ما جه في أول المجلس، كنت بتعمل كل يوم والتاني مكتب تنفيذي. ما تصطادش واحد بقى مسافر تعمل له 3 4 جلسات. طيب عشان أنا تخلص منه. كويس. أنا هنا مش كل أعضاء المكتب التنفيذي أعضاء مجلس الإدارة. كله؟ 3 بس. 3 من الأعضاء هم الأعضاء. كل أعضاء المكتب التنفيذي أعضاء مجلس الإدارة، إزاي مش كله؟ مش كل أعضاء مجلس الإدارة موجودين في المكتب التنفيذي. مش كده؟ العكس. العكس. طيب أنا هنا هحاسب حد بمعيار وحد بمعيار. ليه؟ أنا جيت عضو المكتب التنفيذي ال3 جلسات اللي هيغيبهم حسبتهم له هنا وهنا. يعني حسبتهم له هنا وهنا ازاي؟ غاب عن اجتماعات مكتب التنفيذي 2 وغاب اجتماع مجلس الاداره لا مرة. ما قالش كده، قال لك مكتب التنفيذي او مجلس الاداره. ما وقال لك بص يا باشمهندس، ما قالكش تخلف بغير عذر قهري عن اجتماعات مجلس الاداره او اجتماعات المكتب التنفيذي او المكتب التنفيذي. طيب انا بقول لك طيب. غاب هنا وهنا، يعني غاب جلسه في مجلس الاداره وغاب 2 جلسات على المكتب التنفيذي، يبقى اول عايز توضيح. انت يعني هنا انا عايز افصل المكتب التنفيذي عن مجلس الاداره، يعملها ببند مستقل. ايوه بس احط مكتب التنفيذي اللي يغيب 2 جلسات ورا بعض يمشي من المكتب، يبقى هو لا يا بيه انت أو ثلاثة. انت عايز تقول اللي يغيب 3 جلسات عن المكتب التنفيذي، ها، بتفسير ان الجلسه كل الجلسات اللي في الشهر جلسه واحده، يعني انت بتقول له يعني اذا غبت 3 اشهر عن المكتب التنفيذي أصلاً. او غبت 3 اشهر، ده بالعكس، ده هو كده، لانه بيعمل بيعمل مجلس الاداره مره في الشهر وبيعمل المكتب التنفيذي كل اسبوع، عشان كده قال لك مره في الشهر
للمجلس والمكتب التنفيذي، يبقى كل اجتماعات اكنها كل اللي بيتم في الشهر مره. طيب انا عارف، انا عشان كده انا عايز اجتماعات المكتب التنفيذي تخرج بره النص، يبقى لها نص لوحده يا سيدي. لانه خلاص. مش كل دول موجودين هنا يعني. ماشي ماشي، انت خايف ان انت يقول مجلس جلسه مجلس اداره واثنين مكتب تنفيذي تجمع. لا بالظبط، لا النص هنا مفهومه لو غبت ثلاثه مجلس اداره او ثلاثه مكتب تنفيذي يبقى تتوضح، يتحط كلمه او. خلاص. النقطه اللي اثارت اهتمام الناس، تسقط العضويه عن اعضاء مجلس الاداره اذا ارتكب العضو افعالا من شانها الاخلال بالصوره العامه للنادي او ارتكب مخالفه ماليه او اداريه جسيمه، وتكون اجراءات النظر في الاسقاط بناء على طلب من ثلثي اعضاء مجلس الاداره. احنا لسه ماشيين في زوال العضويه في نمره 2 دلوقتي. المادة 70 اسقاط العضوية. ايوه، انت في بند كام دلوقتي؟ لا، المادة 70 تحتيها اسقاط العضوية. ما هو تزول العضوية وبعدين في اسقاط العضوية. ماشي. تسقط العضوية اذا ارتكب العضو افعالا من شأنها الاخلال بالصورة العامة للنادي، ده عضو مجلس الإدارة، او ارتكب مخالفة مالية او إدارية جسيمة، وتكون الاجراءات النظر في الاسقاط ربع عدد اعضاء الجمعيه العموميه غير العاديه ثلثي اعضاء الجمعيه العموميه، وفي هذه الحالات يتم اسقاط العضويه بموافقه ثلثي اعضاء الجمعيه العموميه. لا ده ثلثي اعضاء مجلس الاداره ده الطلب، او ربع عدد اعضاء الجمعيه العموميه. ايوه طيب، ما انت مقيده بالجمعيه العموميه في الاخر. أيوة. خلاص ماشي. إيقاف العضوية بقى لرئيس مجلس إدارة أن يعرض طلب إيقاف نشاط العضو عن مجلس إدارة في أي من الحالات الآتية. امتى ممكن رئيس النادي يتنرفز من عضو يطلب ايقاف عضويته في المجلس؟ في امتى؟ اللائحه قالت لك اذا ثبتت مخالفته للقانون او النظام الاساسي لحين اتخاذ الجمعيه العموميه غير العاديه قرارا بشانه. اذا تمت احالته بمعرفه النيابه العامه لمحاكمته في جنايه او في جنحه مخله بالشرف او الامانه لحين صدور حكم نهائي في الدعوه. إذا توفرت بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة بالمادة 70 من هذه اللائحة، وذلك لحين عرض أمري على الجمعية العمومية، ويترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة في هذه اللائحة، وذلك لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور القرار. ده كده أعتقد المسألة واضحة جدا يا باشمهندس. إيه عايز؟ وترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسه جميع صلاحياته المقرره في اللائحه، يعني يتوقف سنتين من النادي، يعني تشطب تسقطه من المجلس ويتوقف سنتين من النادي. لا اذا كان ماشي يلا. طيب، المجلس الاستشاري، وده الحقيقه اهم مكسب في مشروع اللائحه. عارفين حضراتكم مع كل انتخابات للاهلي اكتر حاجه بتثار، ودي والله يعني ده اللي يحيى عليها هذا المشرع بجد، او اللي كان فعلا وراء اقتراح ان مجلس الاداره اللي موجود مش هو اللي يدير الانتخابات، وده توجه في منتهى العدل والشفافيه والاحترام من هذا المجلس اللي موجود دلوقتي للجمعيه العموميه، لانه اللي يقدم على هذه الخطوه يستحق الاحترام. انا مش هقدر ادير انتخابات انا مرشح فيها، هتنحاز لأجهزة النادي هتنحاز لأجهزة النادي، هتساعد من الإدارات الموجودة هتساعد من الإدارات الموجودة قولا واحدا. فكون أنه يجي يتشكل مجلس انتخابي، وده اللمسة الحضارية في النادي الأهلي، دي الجديد بتاع النادي الأهلي، أنه مجلس الإدارة اللي موجود في السنة الأخيرة له يا باشمهندس يعرض على الجمعية العمومية تشكيل ما يعرف بمجلس انتخابي، ده اللي هيدير اللي هو الباب الثامن بقى. ده اللي هيدير العمليه، وده اللي كنا بنطالب بيه طول عمرنا بالظبط، بس طريق تكوينه بقى ده المهم. وايه؟ لا الجديد بقى انه منتخب. دي منتخب منين؟ دي الشطاره بقى. المجلس الانتخابي واداره الانتخابات عندك صفحه 43 تحت. ايوه خلاص. يقوم مجلس الاداره قبل انقضاء السنه الاخيره لمدته وقبل عام من الدعوه للانتخابات. عام. دي مهمة جدا. بص بدري قوي. بتشكيل المجلس الانتخابي وفقا لما يلي. ده الجون الحلو بتاع الاهلي.
ده الهدف الرائع اللي الأهلي سجله في هذا المشروع للائحة. يشكل المجلس الانتخابي من 7 أعضاء أصليين و7 احتياطيين 7+7، يتوافر فيهم ذات شروط الترشيح لمجلس الإدارة. بص بقى مش أي كلام، ناس يكونوا كأنهم ناجين انتخابات المجلس، منطبق عليهم نفس شروط المجلس، بينهم 3 قضائيين هايل، من بينهم 3 أعضاء قضائيين، وهنا يا ريت تتصلح بدل قضائيين 3 أعضاء بالهيئات القضائية، القضائيين غير الهيئات القضائية، لأنه المحامين القضاء الواقف، لا يعني المحامي القضائي من الهيئات القضائية، أيوة، إنما الهيئة القضائية فصلت بقى، فياريت تتقال بينهم 3 أعضاء بالهيئات القضائية طبقا للقواعد المقررة في جهاتهم القضائية، إنه في ناس في جهات قضائية ما بيسمح لهمش. يتم انتخاب أعضاء المجلس الانتخابي من خلال التصويت الحر والسري المباشر في المقر الرئيسي للنادي في اجتماع الجمعية العمومية العادية في نهاية السنة قبل الأخيرة من مدة مجلس الإدارة. في نهاية السنة قبل الأخيرة، هو في الأول آخر جمعية عمومية يعني. ويقوم المدير التنفيذي بإعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية متضمنا نتيجة انتخاب المجلس الانتخابي. يكون منصب العضو بالمجلس الانتخابي تطوعيا وبلا أجر، ولا يجوز للعضو أن يكون مرشحا للانتخابات أو يكون قريبا لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة، وفي حال حدوث مثل هذا التعارض يتم استبعاد العضو المنتخب ويتم استبداله بأحد الاحتياطيين. مهام المجلس الانتخابي، انت كده خلاص اوكي؟ لا تشكيله، بس انا مسألة الدرجة الرابعة عايزة تتفصل، انا ما هتخش في تعقيدات العم والخال يعني ودول رابعة؟ دول التانية يا عم. لا ما هو اللي بقى التاني الزوج والزوجة والأولاد نقلبها حصة شرعية، لا ما هي دي مهمة عشان الناس تفهم مين هم. هنحاسب على أي أساس؟ أنا عايز أعرف، أنا كعضو جمعية عمومية عايز تيجي أما أجي أترشح تقول لي أنت ممنوع عشان أنت مدرج الرابعة، يا عم ده أنا ابن خالة عمته. طيب بص بقى، يكون منصب المجلس الانتخابي هيعمل إيه؟ يقوم المجلس الانتخابي باعتماد كافة إجراءات وخطوات مراحل عملية الانتخاب. ده جون. لا طبعا هيستلم المسألة، هيدير بقى ولا هيراجع بس ويراقب. يقوم المجلس باعتماد كافة إجراءات وخطوات ومراحل عملية الانتخابات التي يعدها مجلس الإدارة وإعلانها في مكانين بارزين بالنادي، وذلك قبل نشر الإعلان عن الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح بأسبوع على الأقل. هو المجلس الانتخابي ده بقى هو اللي هيبت في أي شكاوى مقدمة من الأعضاء تتعلق بعملية الانتخاب، إقرار أو رفض أي مرشحين متقدمين وفقا لشروط الترشيح. بص سلطته يرفض ترشيح واحد، يعني بيفرز بدري. هو يفرض يقر الترشيح او يرفضه. بس اصبر عليا، ما احنا برضه ما وفقا لشروط الترشيح، بس ما هو مكتوب، هي دي الضابط، مفيش حاجه بمزاجه كده. وفقا لشروط الترشيح، يعني عمليه تنقيط اسمها تنقيط الجدول الانتخابي البت في اي حادث، عشان ما يتقالش يرفض افضل كلمه تنقيط كشوف المرشحين. لا 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 ده يعني مش عندوش سلطة الرفض، هو انت تنقية يعني ايه؟ اللي ما تنطبقش عليه الشروط، ملوش وجهة نظر في العضو هو. ما هو بيقول لك لا الشروط لا تنطبق عليه. الشروط يبقى تنقية، تنقية جداول المرشحين. هو بيقول لك بص اقرار رفض، اقرار تنقية او رفض اي مرشحين متقدمين وفقا لشروط الترشيح. يا سيدي اسمها اقرار او رفض، اسمها تنقية. طيب التنقية دي لجداول الانتخابات، ما هي دي المرشحين. لا المصوتين يا سيدي، لا مقصود بيها المصوتين. المصوتين ازاي؟ انا عاجي على الجمعية العمومية. ايوه بتنقي الجداول، بتشيل الاسماء اللي ماتت. انت بتقول مرشحين يا حبيبي، لا اسمها كده المرشحين نفسها. المهم ما علينا. طيب البت في الشكاوى والطعون، البت في أي حادث يعتبر تعديا أو انتهاكا لقواعد الانتخابات أو يؤثر على مبادئ الدعاية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وحرية وسرية الاقتراع، كل العملية الانتخابية، إعادة ومراجعة كشوف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، كافة الوثائق الانتخابية، اتخاذ اللازم، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشراف أعضاء الهيئة القضائية على سر عملية الانتخابات والفرز وإعلان النتائج. هو هيمسك العملية الانتخابية من A to Z؟ ماشي. طيب
نظام عمل المجلس الانتخابي بيقول لك في خلال يومين من انتخاب المجلس الانتخابي يجتمع هذا المجلس ويقوم بانتخاب رئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه ومقررا للمجلس من خارج أعضائه. وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بممارسة مهام واختصاصات الرئيس على أن يتم تحديد مقر للمجلس الانتخابي داخل المقر الرئيسي للنادي. يجتمع المجلس الانتخابي عدة مرات حسب الضرورة من أجل أداء واجباته، ولمقرر المجلس الانتخابي حق المناقشة وليس التصويت. ده للمقرر. ويختص المقرر بتسجيل اجتماعات المجلس الانتخابي وإعداد محاضرها. يقوم المقرر بالدعوة للاجتماعات. أمين سر المجلس يعني زي مدير النادي أم يحضر مجلس الإدارات. عدم تقدم مرشحين أو عدم توفر شروط مرشحين دي مسألة. الحملة الانتخابية أنا كنت أتمنى خلي بالك. كنت أتمنى خلي بالك كنت أتمنى أنه اللائحة تحدد ما احنا ما هنشوف الأول لا ما حددتش سقف الإنفاق الإنفاق تعرف تظبطها زي بقى دي ممنوع الإعلان في الشوارع أو الإعلانات الخارجية إلا في نطاق المقر النطاق اللي هو بيسموه إيه الإقليمي يعني أنت في القاهرة يبقى في القاهرة طب ما القاهرة دي قال لك يعتبر القاهرة الكبرى ما هو انت يعني عندك اعلانات يعمل لك اعلانات على كوبري بانها طب ما كان في اعلانات على كوبري بانها كان في اعلانات على مدخل الطريق على وسط الصحراوي وسط اسكندريه مصر اسكندريه الصحراء كان في اعلانات طيب ما هو قرب الشيخ زايد وممنوع الاعلانات التلفزيونيه خالص امنع الكلام ده انت غصب هتلاقي الانفاق نزل يعني حدد انك انت وممكن تقول الا في محيط المقر النادي فاهمني هو انت بتحط الاعلان في فروض الفرج ليه مثلا عشان فيه اعضاء لا مش انت مش هتروح عشان 100 عضو فروض الفرج تصرف نص مليون جنيه محمود شعبان مش فاهمني انت عاملها عشان كل الناس اللي رايحه بالعربيات وجاي لا ده كلام غلط انت او تقول بمحيط النادي تخسرها على اعلان في محيط النادي طب عمليه تخص النادي هي مصر كلها ليه تعيش انتخابات النادي تفهمني؟ أيوه. دي مش انتخابات مجلس الشعب. وفي ناس على فكره عندها استعداد تنزل وتصعد في النادي الاهلي وهتنجح في مجلس الشعب بموجب الاعلانات اللي عملتها. بالظبط. الحمله الانتخابيه من اليوم الذي يلي اعلان اسماء المرشحين يحق لهم القيام بحملات دعائيه وترويجيه ونشر معلومات عن سيرتهم الذاتيه مع ضروره الالتزام بالقيم الاخلاقيه والروح الرياضيه للمنافسه. ويقوم المجلس الانتخابي بتسهيل هذه المهمه امام المرشحين عبر وضع تسهيلات النادي تحت تصرفهم بالشكل الذي يتلائم مع مختلف الانشطه التي تمارسها عايز نادي وعايز ماشي تتوقف الحمله الانتخابيه اثناء اليوم الذي يسبق اجتماع الجمعيه العموميه العاديه التي ستجرى فيها الانتخابات ويمتنع المرشحون في ذلك اليوم عن المشاركه في اي انشطه دعائيه او ترويجيه من اي نوع او تنفيذ افعال تعتبر جزء من الحمله الانتخابيه زي ما بتقول طريقه الانفاق ان احنا نقول محيط النادي تقتصر الاعلانات الخارجيه بالشوارع على محيط المقار المحيط ده نحدده بقى طيب كده خلص المكتب المجلس الاستشاري النظام المالي والجهاز الوظيفي يعني مش بص اللي فيه حاجه مهمه جدا المدير التنفيذي ايه شروطه انه يكون حاصل على مؤهل عالي او متوسط انا شايف تتشال حته مؤهل متوسط هي كلمه متوسط دي من القديمه او ما يعادله لا في شروط ايوه هي كلمه المدير التنفيذي موجوده هتلاقيها من هتلاقيها باستمرار متوسط دي المقصود بها ما يعادله اشطبها وحط ما يعادله مؤهل عالي او ما يعادله اختصاصات المدير التنفيذي شروط المدير التنفيذي لا أن يكون حاصلا على مؤهل عالي أو مؤهل متوسط على الأقل لا تتشال أو ما يعادله أو ما يعادله مؤهل عالي أو ما يعادله بس خلاص هذا الكلام هتجده خطأ مطبعي منقول من اللائحة القديمة احنا تقريبا عظم اللائحة كده اللي الوقت خلص ناقشناه ووضحناه وفي اعضاء هيقدموا طبعا حاجات تانية لان في منهم من هو متخصص في حاجات فنيه اكتر
هتلاقي في الـ في 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 الجزاءات يتعين النقطة اللي أثارت اهتمامات الناس، يتعين على الأعضاء أعضاء النادي احترام نظام النادي وإقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها، فإذا خالف عضو أحكام هذا النظام الأساسي أو التعليمات أو اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة أو وقع منه ما يمس نظام النادي أو حسن سمعة العضو، سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه، حتة خارجه أثارت الجدل، جاز توقيع إحدى العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات الخاصة بالنادي، يعني هتعاقب عضو أساء للنادي أو لصورته برا النادي، ما هو ده طبيعي ما دام أساء للنادي. لا هو أساء لنفسه، أنا برا النادي اتخانقت خناقة مش صعب، كنت في مكان مطعم هيتكتب بقى في الإعلام إيه فلان الفلاني مترنحا في حالة سكر بيتخانق في بار ولا في حتة يعني ده، لا خارج النادي أنا ماليش دعوة باللي بيعمله خارج النادي إلا إذا صدر عليه أحكام. لا هو مش المقصود كده، المقصود إن أنت تسيء للنادي. أنت كتبت إساءة للنادي، عملت حاجة أيوة. أعلنت حاجة ضد النادي، ضد مجلس الإدارة، ضد الجمعية العمومية، ضد سمعة النادي، ارتكبت هذه المخالفة في حق النادي داخل النادي أو خارجه، يعني وأنت في البيت كتبت على السوشيال ميديا شتمت وأنت عضو في النادي شتمت النادي، يعني يكون الإساءة موجهة إلى النادي. ما هي هو بيقول لك إيه يتعين على العضو احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات اللي ضعها، فإذا خالف عضو أحكام هذا النظام الأساسي أو التعليمات واللوائح والقرارات التي، وإذا وقع منه ما يمس نظام النادي أو حسن سمعة العضو، سواء كان ذلك داخل النادي أو خارجه. طيب بس هي حتة حسن سمعة العضو دي اللي محتاجة، لأنه ممكن حد عنده مشكلة برا زي ما أنت بتقول. بص في الآخر يحصل له إيه بقى ده؟ يتعرض للائحة الجزاءات الخاصة في النادي متدرجة برضه. بس خلاص أنا بتكلم، أنا افتكرتها فيها فاصل. فاصل ده جمعية عمومية مش عايز أناقشها. محدش يقدر يفصل كده. هذا دستور يليق بالنادي الأهلي. دي لائحة فعلا عايزة بعض الإضافات، قبل ما تختم عايزة بعض التعديلات، عايزة بعض ضبط الصياغة في بعض المواد، لكن من المؤكد لو ما فيهاش حاجة غير المجلس الانتخابي لا كفاها. طبعا اسمحوا لي بقى نكلم بعض نص دقيقه او دقيقه. يا جماعه احنا حاولنا نجتهد ونقرا اهم، طبعا في حاجات اخرى ما تعرضناهاش لانها من وجهه نظرنا ما عليهاش خلاف. اذا كان حضراتكم شايفين في اللي قلناه عرفنا نوضح حاجه، انتوا عندكم اضافات مؤكد، لكن من المهم جدا أن تتواتر وتتواصل الاقتراحات على إدارة النادي من امبارح مش من النهاردة ولا بكرة، لأن النادي بيأخذها محل الاعتبار. المسودة الأولى هتخلص وهتتعمل التعديلات، بعد ما تتعمل التعديلات على المسودة الأولى هتنزل مسودة تانية برضو، عشان لو كلنا بقى خلاص هو ده تقريبا ما عندناش خلاف عليه، هتطرح بعد كده يوم 9/9 تبتدي تكون جاهزه للطرح على الجمعيه العموميه 28/9 ان شاء الله. إذن المشاركه مهمه جدا، التفاعل مهم جدا، الحضور للتصويت على لائحه تنظم مستقبل النادي الاهلي لا يليق بنادي القرن ابدا انه يحكم باللائحه الاسترشاديه. عارف يا استاذ ابراهيم، لو اللائحه دي احنا اتكلمنا في حاجات كتير، يعني اختصرت على التعديلين دول بس ان ازاي تستثمر حقوق النادي بما يضمن 51% لان اتصلحت بعد كده على الاقل لصالح النادي وتضمن له الاغلبيه باعتماد الجمعيه العموميه والمجمع الانتخابي، لكفتني هذه اللائحه بالظبط، الباقي تفاصيل اداريه كلها. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، تصبحوا على خير.